بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق سيد المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الطيبة العيدية المباركة. كل عام وحضراتكم بألف خير، بألف صحة، بألف عافية، بألف سعادة، بألف جمال، مع قناتكم المحبوبة قناة الصحة والجمال وعيادة الصحة، التي نفتح فيها أبواب الأمل وأبواب الشفاء وأبواب الأعياد وأبواب الفرحة وأبواب الفضل. حلقتنا الليلة ستكون حلقة مفتوحة على مدى ساعتين كاملتين، نعيش فيها معكم مع أجواء العيد، مع التغذية الصحية في العيد، مع علاج الأمراض المرتبطة بالأطعمة في العيد. موسوعة إن شاء الله في جميع التخصصات المختلفة بإذن الله عز وجل. لنتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم عن أي مشاكل صحية وعلاجها عن طريق الطب الموازي وطب التغذية العلاجية والعلاج بالحجامة النبوية المشرفة بأسلوبها العلمي الحديث. بفضل الله عز وجل تكلمنا في حلقات ولقاءات كثيرة سابقة عن فوائد التغذية العلاجية وفوائد التغذية الدموية بالحجامة النبوية بأسلوبها العلمي الحديث في علاج أمراض الخشونة وأمراض المفاصل وأمراض العمود الفقري، وكذلك آلام الظهر وآلام الغضاريف النسبية، وتنظيم هرمونات الجسم وزيادة مناعة الجسم، كذلك دورها الفعال في علاج ضغط الدم المرتفع جنبا إلى جنب مع الأدوية. كثير من الأمراض التي تكلمنا عنها، تكلمنا أيضا عن علاج أمراض الجهاز الهضمي بالحجامة جنبا إلى جنب مع الأدوية، مع التغذية العلاجية، أيضا القولون العصبي، مشاكل الصداع النصفي، كثير من المشاكل الصحية تناولناها. اليوم بإذن الله عز وجل سيكون معنا داء الملوك ومرض العظماء، وهو داء النقرس، ولكن سأجعله بإذن الله عز وجل بعد قليل، لأن المناسبة تحتم علينا أن نتحدث قليلا من الوقت عن الهدي النبوي الصحي بإذن الله عز وجل في حفظ الصحة في طريقة تناول الأكل والشرب. احنا النهاردة طبعا في عيد الأضحى المبارك، وهذه أعظم مناسبة على مستوى العالم، بل على مستوى الشعوب كلها، أعظم مناسبة أكل، وكما أنها أيضا تدخل في الهدي النبوي، كما أنها أيضا تدخل في السنة الشريفة، كما أنها شعائر الإسلام والشعيرة العظمى للإسلام، شعيرة الحج وفريضة الحج. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق وكان بعضهم صائم، فقال: من كان صائما فليفطر، فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، بنوسع فيها بعضنا على بعض، بنوسع على الفقراء، بنوسع على المساكين، بيكثر الطعام، بيكثر المودة والحب بين الناس، والتهادي بلحوم الأضاحي المباركة التي ذكرت في القرآن الكريم، إشارة إلى قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وفديناه بذبح عظيم. كذلك في السنة النبوية المشرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين كبيرين أقرنين، هذا عن محمد وآل بيت محمد، وهذا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان قادرا فقد أصاب سنته الشريفة، ومن لم يكن قادرا فقد ضحى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. نعمة الله عز وجل في الطعام والشراب. الطعام والشراب والأكل هي من أهم النعم التي من الله بها على عباده. الطعام الطيب الشهي المبارك، أشار ربنا جل في علاه إلى
تكرمه سبحانه وقدرته سبحانه في صنع هذا الطعام. قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان إلى طعامه. الطعام اللي الإنسان بيأكله لازم يتأمل في قدرة ربنا في خلق هذا الطعام، هذا الغذاء الذي تتناوله، وكيف يتحول الطعام من بدايته إلى نهايته إلى طاقة حيوية تعطيك القدرة والحيوية والحياة والحركة، بل حتى علاج الأمراض بالغذاء، بل حتى القوة والنشاط بالغذاء. سبحان الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ثم يذكر مراحل خلق هذا الطعام، أن صببنا الماء صبا، أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل المطر، أنزل الماء، ثم شققنا الأرض شقا، الحبوب بتشق الأرض كي يخرج النبات، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. طعام لكم وطعام للأنعام، طعام للحيوانات، طعام للبهائم التي تعود بالنفع إلى الإنسان مرة أخرى، سواء في ألبانها أو بذبحها كما نحن اليوم في لحوم الأضاحي. إذن فهي نعمة من الله، أمرنا الله أن نتأمل فيها من بدايتها إلى نهايتها. أيضا الآيات التي تحث على أكل من رزق ربنا جل في علاه: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. إذن ليس هناك في الإسلام الزهد المبالغ فيه الذي يمنع الإنسان عن أن يتمتع بطيبات ما أحل الله. يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. إذن طيبات من الرزق أمرنا الله أن نستمتع بها. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني نبحث أيضا في مطعمنا عن الحلال الطيب، ثم نشكر نعمة ربنا على هذا. الذي يأكل الطعام بنية أن هذا الطعام يعينه على العبادة ويعينه على طاعة الله ويعينه على أن يكون خليفة الله في الأرض ويعينه على العمل ويعينه على رفعة شأن الأمة ويعينه على قضاء مصالح العباد، كل هذا بيكون عبادة، بتاخد ثواب حتى على الطعام. وحتى اللقمة تضعها في فم امرأتك تأخذ بها أجر عند الله عز وجل. أيضا قال الله عز وجل: كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن هذا الرزق من الله عز وجل، الإنسان يحمد الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سبحانه وتعالى يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ذكرنا قبل هذا في برامج سابقة في عدة قنوات أن ذكر الله عز وجل مع الطعام بيعطي للطعام فائدة أكبر. سبحان الله. لو جئت على الطعام المذكور اسم الله عليه ستجد أن هذا الطعام بيتحول إلى طاقة إيجابية مفيدة جدا تحفظ الجسم من كثير من الأمراض. وهذا الكلام ثبت بالتجارب العلمية. إزاي؟ 70% من خلايا جسم الكائن الحي سواء الإنسان أو الحيوان أو كذا بيتكون من الماء. الماء إذا ذكرت على الماء كلاما طيبا كأن تقول بسم الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، جزيئات الماء بتنتظم انتظام كريستالي معين تم رصده تحت الميكروسكوبات عن طريق عالم ياباني اسمه إيموتو، والبحث بتاعه مشهور ومنشور على الشبكة الدولية، ان انت لو تكلمت كلام طيب الكريستالات بتاخد شكل كويس، اذا تكلمت كلام سيء الكريستالات بتاخد شكل سيء. فكذلك الخلايا بتاع اللحوم اللي احنا بنذكر اسم الله عليها عندما نذبح نقول بسم الله والله اكبر، هذه التسمية بتعطي الذبيحة اولا الطعم الطيب، اولا البركة، ثالثا الفائدة الصحية، بعد ذلك الحفاظ من الأمراض، فيكون الطعام حلال طيب ذكر اسم الله عليه، صحة للبدن، حفاظ للبدن من الأمراض. كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام: أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكما يقول الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فشكر الإله يزيل النقم. يبقى حتى إذا أردت أن يزيد الله لك في الفضل
لابد أن تحمد الله على كل أكلة تأكلها، تقول الحمد لله الذي رزقني هذا، اللهم زدني منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقناه من غير حول منا ولا قوة، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ندخل بقى في الموضوع المهم جدا والأساسي جدا، ونتكلم عن تعدد الوجبات قليلة السعرات. احنا طبعا في أيام أكل وشرب ولازم نفرح بالعيد بهذه الطريقة، الأكل والشرب، ولكن في نفس الوقت نحافظ على صحتنا من أن تتلف، لأن شر الداء التخمة وشر الداء ما ملئت به البطون، الداء يعني المرض. فعشان نبعد عن المرض لازم ناكل بطريقة صحية. الطريقة الصحية اللي هناكل بيها ازاي في الأعياد؟ احنا هنعمل وجبات متعددة، يعني ممكن ما ناكلش ثلاث وجبات، ممكن ناكل خمس وجبات. والكلام ده هقول لكم المفاجأة الجميلة حتى للناس اللي عندهم سمنة، مش عايزك تاكل ثلاث وجبات، انا عايزك تاكل خمس وست وجبات، ومش هحرمك من حاجة. زي ما قلت قبل كده وانا بعالج السمنة سواء عندنا في العيادة او الناس اللي بتقابلنا، بنعالجها بطريقة ان انت مش هتتحرم من اي حاجة، ولكن بننظم الاكل، بناخد كميات بسيطة جدا. عايز تاكل محشي هأكلك محشي، عايز تاكل لحمة هأكلك لحمة، عايز تاكل اي حاجة تاكلها، ولكن بنسب بسيطة بنسب محسوبة. الوجبات بقى قليلة السعرات اللي احنا لو قسمناها على مدار اليوم، لازم يكون كل وجبة فيها خضروات، سلطة، خيار، خس، كرنب، كل هذه الخضروات لازم تكون موجودة في كل الوجبات، عشان بتعمل كذا حاجة. اولا بتحسن كفاءة وحركة الجهاز الهضمي، المعدة ما توقفش وتحس ان هي تقيلة ومش قادرة تتحرك، وبيحصل لنا بقى الانتفاخات وارتجاع المريء والحموضة وانتفاخات في القولون وغازات واسهال، وبيحصل لخبطة جامدة جدا مع لحمة العيد، خاصة اللحوم الدسمة زي لحوم الخرفان والحاجات الجميلة دي كلها، واللحوم الضاني والعزومات والكلام ده كله. فاحنا هنبدأ الصبح ان احنا هناخد وجبة لازم يكون فيها خضروات، يكون فيها سلطة، ممكن يكون فيها زبادي، ممكن يكون فيها فاكهة، وهكذا. نعدد الوجبات، ممكن ناكل مثلا وجبة كل 3 او 4 ساعات تكون وجبة خفيفة، الى ان نصل الى الوجبة المرجوة وهي وجبة الغداء، اللي هي بقى بيكون فيها الكوارث كلها. وان شاء الله احنا مش هنخليها كوارث، احنا هنخليها زي ما قلنا صحة وعافية بإذن الله. هنتخيل ان احنا بنعمل لكل شخص طبق، طبق معين عشان تاكل فيه. وفكرة الاطباق دي معمول بيها في كثير من دول العالم، ان احنا ما نجيبش حلة المحشي ونحطها او طبق الرز الكبير ونحطه والناس كلها تاكل، لا، احنا عايزين نعمل تنظيم للوجبة، فكل واحد هياخد طبق كبير كده. الطبق ده هنقسمه اربع تربع، نص الطبق لازم يكون خضار، يبقى احنا نجيب الطبق ونقسمه نصين، انا هاكلك كل حاجة ما تزعلش مني، بس لازم تلتزم بالكمية اللي هقولك عليها. هتجيب نص الطبق، بس مش عايز بقى واحد يجيب طبق كبير صينية ويقولك ده طبقي، لا، طبق معتدل. هنجيب نص الطبق نحط فيه خضروات، الخضروات دي عبارة عن خضار سلطة، السلطة الخضراء، ودي لازم تحتوي اكبر قدر من العناصر، يعني ممكن نحط فيها جزر، الطماطم، الخيار، والطماطم نحذر للي عنده املاح اكزالات ما يحطش طماطم. يبقى عندنا خيار، جزر، ممكن نحط فلفل اللي هو الملون، ممكن نحط كرومب، اي نوع من الكرومب، كرومب كامبوتشا سواء الاحمر او الاخضر او حتى الكرومب العادي، كل انواع الكرومب دي بتكون مفيدة في حرق نسبة من السعرات الحرارية، وده كلام مهم وبنبحث عنه. تمام، يبقى جبنا الخضار، ممكن كمان نحط عليه بصل لو احنا مش هنخرج برة بعد فترة، بنحط كمان معلقة خل او معلقتين خل. معلقة الخل دي خطيرة يا جماعة، خطيرة ايجابيا، يعني مش خطيرة سلبيا، يعني حاجة مميزة. معلقة الخل على طبق السلطة بتزود معدل الحرق، بتزود كفاءة الجهاز الهضمي، بتنظم نسبيا نسبة السكر في الدم، بتعمل طبعا زي ما قلنا بتخفض، بتزود معدل حرق الدهون، وده طبعا امر مهم جدا لازم نهتم بيه، موضوع معلقة الخل. وحتى الخل مذكور في بعض الاحاديث نعمة الإدام والخل، يعني احسن حاجة ممكن تاكل بيها الخل. طيب احنا قلنا نص الطبق هيبقى خضروات، معاه ممكن نحط مثلا شوربة خضار سوتيه، خضار مشكل شوربة
يعني ما يكونش مقلي ولا مسبك ولا كلام من ده، شوربة بس. بنحط الشوربة معها برضو الكوسة مع الجزر مع البسلة مع البامية مع أي حاجة، أي خضروات ممكن تنطبخ ممكن نحطها في الطبق ده. وكان بيعجبني جدا لما كنت في المدينة المنورة، استضافني أحد المشايخ هناك من أصل أفغاني، من أصل أفغانستاني، فكان بيجيب طبق، عندهم طبق ده طبق مميز اسمه طبق الشوربة، وتقريبا ما بياكلوش غيره، هو طبق الشوربة وممكن معاه قطعة لحمة، وأحيانا بتكون اللحمة في قلب الشوربة، بيبقى فيه بسلة وجزر وكوسة ولوبيا وفاصوليا والحاجات دي كل وبطاطس، الحاجات دي كلها بتتحط مع عدس كمان، بيحط جميع أنواع الخضروات، وبعد كده مع الشوربة بيضربها في الخلاط ويبتدي يشرب الشوربة دي، مفيدة جدا، صحتهم ممتازة. الراجل سنه مثلا معدي 60 وتحس ان هو عنده مثلا 40 سنة من الصحة والشباب والحركة والحيوية، ما بيضعفش ابدا بفضل الله لانه بياكل طبق الشوربة ده يوميا. هنيجي بقى احنا كده خلصنا نص الطبق، يعني عملنا نصه، النص اللي فاضل هيتبقى فيه حاجتين، هيتبقى فيه اللحوم او البروتين. البروتين هيكون معانا سمك او ورك او صدر دجاجة. الكلام ده فين؟ بعيد عن العيد، احنا في العيد النهاردة هنحط لحمة، اللحمة ممكن تحط قطعة او قطعتين، مفيش مانع ان احنا نزود في كمية اللحمة بنسبة بسيطة، يعني ممكن اللي كان بياكل 70 جرام ممكن ياكل 150 جرام، ضعف الكمية من اللحمة بس نشيل منها الدهون، وطبعا ده استثناء عشان العيد يعني، لكن مش طول السنة هنعمل كده. او بقوليات، البقوليات زي الفول والعدس واللوبيا والفاصوليا والكلام ده كله. نيجي للربع الرابع من الطبق، وهو الربع اللي فيه كربوهيدرات. زي ما قلت لك عايز تاكل محشي كل محشي، بس في حدود ربع الطبق اللي احنا عملناه، يعني في حدود 4 أو 5 معالق من الرز. ويفضل نستخدم في الماكروبيوتيك نستخدم الرز الكامل، الرز الكامل او الحبوب الكاملة او الخبز الكامل، ممكن نجيب العيش السن او العيش الكامل او خبز الشعير، كل ده مهم قوي في الربع الرابع بتاع الكربوهيدرات. لو انت مشيت على هذا النظام في وجبة الغداء، وبعدين نيجي في العشاء ممكن نستخدم ناكل السلطة مع مثلا معلقة عسل مع بيضة او قطعة حتى لحم صغيرة، ليس هناك مشكلة، مع ثمرة من الفاكهة. الحاجات دي كلها مفيدة جدا، لو مشيت على هذا النظام تضمن بإذن الله صحة طيبة عافية بفضل الله عز وجل، وتحافظ على الجسم من حدوث الأمراض. عندنا فكرة الطبق المحدد الشخصي، ان كل شخص هيكون له طبق. طبعا الآثار بتقول بارك الله في طعام تكثر فيه الأيادي، يعني لما يكون كذا حد بياكل فاحنا مش كل واحد هياخد طبقه ويروح في ناحية، لا احنا كل واحد هياخد طبقه ونقعد برضو كلنا على نفس الصينية او نفس الطبلية او نفس السفرة، على اختلاف المذاهب. وطبعا الاكل المفضل اللي هو بيكون فعلا على الطبلية او على الارض افضل من الاكل على السفرة. هناك ايضا بعض الاداب النبوية في الطعام والشراب. النبي عليه الصلاة والسلام وكل الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستخدمه، العلم الحديث أثبت صحته وأن دي أجود طريقة في الطعام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جلس للأكل يقعد على ركبتيه، يجثو على ركبتيه، تمام؟ القعدة دي بتخلي الظهر مشدود كويس، الطعام بينزل بطريقة انسيابية، لا يحدث أذى للمعدة ولا يحدث التهاب أو مشاكل. وفي طريقة تانية إن هو كان بيجلس على القدم اليسرى وينصب الرجل اليمنى، يعني بيرفع الرجل اليمنى تبقى كده سندة على البطن شوية، فده برضو بيخفف كمية الأكل اللي الإنسان هياكله، وفي نفس الوقت بيريح المعدة. ومهم قوي أن الإنسان ياكل وهو جالس ويشرب وهو جالس عشان ما يحصلش برضو مشاكل في المعدة. طيب نأخذ فاصل سريع ونعود إليكم، انتظرونا لا تذهبوا بعيدا. السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية عيادات الصحة التخصصية.
صحتك تهمنا. العنوان: مجمع الموردي، محطة مترو السيدة زينب. تليفون رقم 011-320-22 أو 011-789-01 أو 011-789-00. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل السريع جدا. زي ما قلنا احنا النهاردة بنتكلم عن داء الملوك وربطناه بطعام العيد، لان طعام العيد بيكون فيه نسبة عالية من اللحوم. اللحوم بقى، كثرة اكل اللحوم بصفة عامة بيؤدي الى مرض اسمه النقرس. النقرس ده بيسموه داء الملوك او داء العظماء. ليه مرض النقرس داء الملوك وداء العظماء؟ على فكرة المرض ده منتشر جدا عندنا في مصر حتى بين الفقراء. الفقراء برضو عظماء، الأغنياء عظماء بكثرة أكل اللحمة، والفقراء عظماء بكثرة أكل الفول. الاتنين بيوصلوا لنفس النتيجة، زيادة اليوريك أسيد في الدم اللي هي كريستالات اليوريك أسيد. وكريستالات اليوريك أسيد بترجع بعد كده تترسب في المفاصل، مما يؤدي إلى حدوث مرض النقرس. بس عشان أقول إن المريض ده مرض نقرس، لازم نتبع حاجات معينة وطرق معينة في التشخيص. مش اي حد كده يقول لك عندك نقرس، وبنلاقي يعني مهازل من معامل التحاليل. واحد رجليه وجعاه، قالوا له اعمل تحليل املاح، لقى نسبه يوريك اسيد، قالوا له ده انت عندك نقرس. طبعا الموضوع مش كده خالص. النقرس ده ما نقدرش نحكم ان في مرض نقرس الا بعد عده امور تشخيصيه هنقول عليها دلوقتي. احنا قلنا سببه ترسب بلورات حمض اليوريك اسيد في المفاصل. ترسب بلورات حمض اليوريك اسيد في المفاصل بيبدا اولا في مفاصل القدمين نفسها، خاصة في مفصل الصباع الكبير، أكبر صباع في القدم، إبهام القدم. يبتدي يحصل ألم في المفصل، يبتدي يحصل تورم، يبتدي يحصل إحمرار، يبتدي يحصل خشونة في المفصل نفسه. يعني من أسباب خشونة المفاصل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده وقلنا بتتعالج كويس بالحجامة جنبا الى جنب مع الأدوية، لان الحجامة بتساعد على تحسين الدورة الدموية، مما يساعد الى وصول الدواء بشكل كافي الى مكان العضو المريض. طيب، وبتترسب كمان في أنسجة المفصل وما يحيط بيها، سواء الغضاريف، سواء الأربطة، سواء العظام، سواء العضلات. يعني ممكن ألم النقرس يصل حتى الى العضلات، وبتبقى كريستالات عاملة زي الملح، وبنشوفها تحت الميكروسكوب كأنها إزاز متكسر، كأنك جايب إزاز ومكسره، وبيبقى شرايح طولية فعلا بتبقى مؤلمة جدا. وأحيانا بيصل المريض أنه مش قادر حتى يدوس على رجله، ولا قادر حتى يدوس على القدم من شدة الألم اللي بيكون موجود فيها. قلنا من أسبابه زيادة اللحوم الحمراء أو البقوليات بكثرة، وزيادة إدخال اليوريك أسيد وعدم القدرة على إخراجه. ممكن يكون مشكلة في الكلى مثلا، مش قادرة ان هي تخرج اليوريك أسيد بصورة طيبة وصورة طبيعية، مما يؤدي الى ترسب هذه الكريستالات في هذه الاماكن من الجسم. قلنا اعراض مرض النقرس: الام حادة في المفاصل، خشونة في مفاصل القدم، احمرار، سخونة، الم، ورم، خاصة الاصبع الكبير. نيجي بقى للناحية التشخيصية. قلنا بتتشخص اولا بالاعراض اللي احنا قلنا عليها ديت، بعد كده بنعمل تحليل لمستوى اليوريك اسيد في الدم. لازم يكون مستوى اليوريك اسيد في الدم في الانسان الطبيعي السليم من 3 لـ 6، من 3 لـ 6 او من 3 لـ 7 ملي جرام لكل 100 ملي من الدم. يبقى من 3 لـ 7 ملي جرام لكل 100 ملي من الدم. لو زاد عن 7 ملي جرام لكل 100 ملي من الدم، يبقى احنا كده فعلا دخلنا في مرحلة مرض النقرس. كتير من الناس اللي بيشاهدونا فعلا ممكن يكونوا بيعانوا من هذا المرض، وتعبوا جدا في اخذ ادوية وفورات وحاجات من هذا القبيل، ولكن دون جدوى. ولكن سنبدأ في طرح هذه المشكلة وطرح العلاج من جميع جوانبه بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الاستاذ ابراهيم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، مرحبا ونورت قناه الصحه والجمال. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وانت بخير وصحه وعافيه، وربنا يعيد عليكم هذه الايام المباركه بالخير واليمن والبركات. امين والرزق الواسع الوفير يا رب، وانفع بعلمكم يا رب. يا رب امين. احنا يعني حضرتك اشرت موضوع مهم جدا. ايوه، لان يعني معظمنا بيعاني من حاجات زي كده. تمام. وما تقريبا يعني ما عندناش خلفيه ايه الموضوع، ونروح نكشف تخصصات مش نفس التخصص يعني. تمام. حضرتك يعني ربنا يفتح عليك نورت لنا الطريق يعني، ويعني ان شاء الله ناخد سكه ان شاء الله تكون مظبوطه في سكه العلاج في الموضوع يعني. بارك الله فيك. حضرتك من حوالي 3 سنين. اتفضل. انا عندي 38 سنه. ربنا يبارك في عمرك. ابتديت احس بالام في كعبي، بتيجي وتروح، بتكون مع الوقفه اوقات وبتكون مع المشي، يعني ما بستحملش المشي وساعات مع الوقفه كتير. تمام. ابتدى الموضوع يكبر شويه الحقيقه، يطلع عند السمانه، وبعدين ابتدى الموضوع يزيد اكتر بقى يعني تقريبا عند ركبتي ومن تحت. تمام. فحضرتك تنصحني بايه؟ لان انا يعني طيب. طب يا استاذ ابراهيم، انت الموضوع ده بقى له وقت قد ايه مع حضرتك؟ 3 سنين تقريبا يا دكتور. طيب انت عملت تحليل يوريك اسيد في الدم؟ لا انا ما خدتش اي اجراء، انا لما لقيت حضرتك بتتكلم في الموضوع فانا قلت يعني احط يعني ابدا منين؟ يعني تمام، عشان اخد سكه صح من الاول ان شاء الله. تمام. هو الموضوع ان شاء الله يكون بسيط جدا. هنعمل زي ما قلت لك تحليل اليوريك اسيد في البول وتحليل اليوريك اسيد في الدم، والعلاج بقى تركز معانا اثناء الحلقه هنمشي خطوه خطوه ازاي الى ان نصل الى التخلص من هذه المشكله. نشكرك شكرا جزيلا على اتصالك الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا المشكله اللي بيتكلم عنها ليس شرط ان هي تكون نقرس، ممكن يكون مشاكل تانية، يعني ممكن يكون خشونه عاديه، ممكن يكون الام عاديه، ممكن يكون حاجه اسمها الشوكه العظميه بتطلع في كعب الرجل. برضو بيكون لها اسباب متعدده، قد يكون ترسب باللورات اليوريك اسيد احد اسبابها ولكن ليس السبب الرئيسي. محتاجين نعمل زي ما قلنا عده فحوصات بحيث نصل الى تشخيص صحيح للمرض، فنصل ايضا الى العلاج الصحيح باذن الله عز وجل. العلاج الطبي بيبدا بثلاث مراحل، بياخدوا نوع من مضادات الالتهاب اللي هي غير الاستيرويديه اللي هي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز، ودي بناخدها برضو ثلاث مرات في اليوم او حسب ما بيحدد الطبيب، ولكن دي احيانا بيكون طبعا زي ما قلنا لها سايد افكت ومشاكل في المعده، فاحنا بنستعيض عنها بحاجات طبيعية أو جنبا إلى جنب معها بحاجات طبيعية، بحيث إن احنا في نفس الوقت نساعد على المعدة، عندنا نساعد على حفظ جدار المعدة من حدوث أي مشاكل فيه أو حدوث تقرحات أو حدوث التهابات في المعدة. عندنا حاجة مهمة قوي اسمها ورق الصفصاف. ورق الصفصاف ده مهم جدا إن احنا بنستخدمه، ممكن نجيبه ونعمله زي الشاي ونشربه مرة في الصباح ومرة في المساء، أو بنحطه مع الشوربة الغذائية اللي احنا اتكلمنا عنها منذ قليل، بيساعد جدا في تخفيف ألام الرجلين وألام القدمين، جميع الألام في الجسم نقدر نتحكم فيها. كذلك الكركم وجرعة الكركم للبالغين بتكون 8 جرام في اليوم، يعني ممكن نقدر نقول معلقتين شاي صغيرين، ممكن ناخد معلقة في الصباح ومعلقة في المساء مع السلطة أو مع أي نوع من الغذاء، بتكون مهمة جدا ومفيدة جدا ولها مفعول رائع. موضوع الكركم ده يا جماعة بيمنع خروج مادة اسمها البروستاجلاندين. احنا قلنا قبل كده لما بيحصل اي التهاب او اي مشكلة في خلية من الجسم، واحنا النهاردة مثلا بنتكلم عن بلورات عاملة زي الازاز، اليوريك اسيد ديت لما بتترسب اللي هي حمض البوليك بتترسب في المفاصل او في الكعب او في الركبتين او حتى في مفاصل الذراعين، بتعمل الم شديد، بيحس المريض ان هو بيدوس على ازاز او بيحس بشكشكة لما يجي يدوس على الارض. الازاز دوت او الشكشكه ده بيعمل حاجه اسمها انجري في الخلايا، بيعمل تجريح في الخلايا، بتطلع ماده اسمها بروستاجلاندين. الكركم فيه مواد مهمه جدا زي الكركمين وغيره بتمنع خروج ماده البروستاجلاندين ديت، يبقى بتحافظ على المكان انه ما يحصلش فيه التهاب حتى مع وجود هذا السبب. طيب بعد مرحله النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري اللي هي المضادات الالتهاب الغير ستيرويديه، بيدخل في حاجة اسمها الكولشيسين، وبعد الكولشيسين
بيدخل في حاجة اللي هي الاستيرويدال أنتي انفلاماتوري دراجز، ودي طبعا فيها خطورة ما فيها لأن بيكون فيها مواد الكورتيزون وخلافه زي ما قلنا بنستعيد عنها بالحاجات الطبيعية برضو أو جنبا إلى جنب. زي ما تكلمنا عن ورق الصفصاف في الحاجات الغير استيرويدية، هنتكلم عن العرق سوس الأصلي النقي في المواد الاستيرويدية. بل العرق سوس كمادة مضادة للالتهاب فيها كورتيزون طبيعي للجسم بيحمي من هذه المشاكل ويقاوم هذه المشاكل، مشكلة النقرس وألام القدمين وألام المفاصل حتى أوجاع الجسم العامة. ولكن العرق السوس مهم قوي إن احنا نطمئن إن هو من مصدر موثوق فيه حتى لا يكون معرضا للغش، وبيدخل فيه بقايا عيدان القصب اللي بتطلع من محلات العصير بتنطحن مع العرق السوس عشان يزودوا الكمية. طبعا بيبقى لها طعم مسكر عشان خاطر قصب السكر، لكن بنبحث عن مصدر يكون موثوق فيه للعرق سوس. احنا برضو عندنا انظمة غذائية بنعملها وبتكون جاهزة وبنقدمها للمريض بيمشي عليها بفضل الله عز وجل، سواء في العيادة او حسب طلب سعادتكم. ايضا عندنا زي ما قلنا العلاج الغذائي لمرض النقرس، مهم جدا موضوع الكرفس. الكرفس ده من الاعشاب المهمة جدا والخضروات الرائعة جدا في مقاومة مشكلة النقرس او الاملاح بصفة عامة ايا كان نوع هذه الاملاح، لكنه متخصص في موضوع النقرس. سواء الكرفس النبات اللي هو العشب نفسه، عشب الكرفس هو بيبقى عيدان طويلة يشبه مثلا الخص او يعني بيجمع بين الخص والبقدونس، يعني خليط ما بينهما، هو عيدان طويلة معروفة يعني، ممكن نجيبها ونقطعها على السلطة وناخدها 3 مرات يوميا في الوجبات. ده مهم جدا لإزالة حمض اليوريك أسيد. كذلك الكركم زي ما قلنا بيمنع مادة البروستاجلاندين. عندنا نبات الشوفان، وده ممكن نعمل منه حاجة اسمها شوربة الشوفان، ودوت برضو بيبقى فيه قيمة غذائية عالية جدا زي القمح وزي الشعير وزي الحاجات الجميلة دي كلها، بنعمل منه شوربة زي شوربة الشوفان بتجيب نتيجة ممتازة جدا ورائعة جدا لو استخدمنا مثلا طبق واحد من شوربة الشوفان يوميا، شوفان مع البصل، بتأتي بنتائج طيبة جدا في علاج هذا الأمر. الحجامة طبعا لما تسألنا عنها في هذا الموضوع، وإحنا فعلا بنجري جلسات الحجامة لهذا الأمر في المركز الخاص بالصحة، عيادة الصحة في مجمع الموردي، برضو اللي عايز يحجز إحنا إن شاء الله هكون موجود الأسبوع القادم يوم السبت ويوم الأربع، يوم السبت ويوم الأربع من الساعة 12 إلى الساعة 4 عصرا، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 4 عصرا. اللي عايز يحجز يحجز مع الأستاذ محمد في الأرقام الظاهرة على الشاشة، الرقم الآخره 22 اللي هو 011-23-22 011-23-22. بنعمل جلسات الحجامة لها تأثير مهم جدا وفعال جدا في علاج هذا الموضوع سأفصله بعد لحظات. الأرقطيون نبات الأرقطيون من النباتات المهمة جدا، ولكن نتكلم عنه بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الأستاذ زكريا من السويس، حي الله السويس وشعبها البواسل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بخير وصحة وعافية يا أستاذ زكريا، ربنا يعيد عليكم الأيام بخير. الله يخليك. والله أنا عندي 52 سنة. ربنا يطول عمرك يا رب. وبعاني من السمنة 170 كيلو. السمنة. السمنة والكرش. عاملة لي ورم في رجلي من تحت وتقيل في المشي. تمام. فمش عارف ساعدك أعمل جراحة ولا إيه رأي ساعدك؟ والناس بتقول لي تلبيس معدة، والناس بتقول لي قص المعدة، مش عارف. طب انت حضرتك يا استاذ زكريا عملت تحليل غدد؟ عملت تحليل غدد وعملت تحاليل كتير، ما فيش حاجه الحمد لله بالنسبه للفيروس دي ما فيش. والغده الدرقيه وعندي سمنه بس على الكبد، عامل لي كسل، ممكن انام وانا قاعد يعني. على الكبد؟ على الكبد طبيعي طبعا. تمام. طب انت بتقدر تمشي او تبذل مجهود او كده؟ بمشي وببذل مجهود، وعندي محل خضار وفاكهه بقى في مسافات كتيره يعني، بس طبعا ما عادش زي الاول، بقعد دلوقتي على الكرسي. تمام. طيب خلاص يا استاذ زكريا ان شاء الله تابعني
والناس برضو اللي هم اوفر ويت قوي يتابعونا عشان ندي برنامج غذائي وفي نفس الوقت ندي نصائح لزيادة الحرق. واحنا برضو تحت امركم بنعمل برامج غذائية جاهزة ومرخصة مسجلة كمان في وزارة الصحة، حتى اللي عايزها ممكن نرسلها اليه، بيكون التنسيق برضو عن طريق الاستاذ محمد على الرقم اللي احنا قلناه من شوية 0111 3 2022. وبنعمل كمان برامج غذائية خاصة لكل حالة على حدة، برضو يكون التواصل مع الأستاذ محمد، بتسيب حضرتك بياناتك معاه ورقمك رقم تليفونك وبتصل بحضرتك ننسق نشوف الوزن الطول الكلام ده كله، بنعمل حاجة مناسبة جدا ليك أو حتى بتشرفنا في العيادة. ولكن جميع هذه الأمور لازم تكون بحجز مسبق، لازم تكون بحجز مسبق. يعني أستاذ زكريا لو عايز تشرفنا السبت حضرتك بتتصل قبلها وتحجز، تقول أنا جاي يوم السبت وعندي مشكلة كذا، عشان خاطر بنستعد وبنجهز ادوات وبنجهز حاجات معينه وبرامج غذائيه معينه، وبتواصل معاك اسالك عن حاجات معينه بحيث نوصل لاعلى نتيجه. زي ما قلنا ان احنا هدفنا في الاخر بفضل الله عز وجل نفتح ابواب الامل من فضل ربنا ومن العلم اللي ربنا اداهولنا، ما بنبخلش بيه على حد بفضل الله، ونقدر نوصله ونوصل لاحسن نتيجه مع كل المرضى. واسال الله ان يشفيك ويعافيك ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. بالنسبة لحضرتك يا أستاذ زكريا، احنا مهم زي ما قلنا ان احنا نعمل طبق خاص، زي ما احنا قلنا نص الطبق هيكون فيه خضار، نص الطبق التاني هيكون بين حاجتين، بين النشويات وبين البروتين. البروتين زي ما قلنا هناخد كمية معقولة، هناخد مثلا 100 جرام او 120 جرام من البروتين، والجزء بتاع النشويات هناخد مثلا 3 معالق رز او 4 معالق رز او 5 معالق رز، ما نزودش عن كده، سواء او ناخد نص رغيف كامل عيش كامل اللي هو بالردة، او رغيف من الخبز السن. دي وجبة الغداء. وجبة الفطار والعشاء هيكون فيها سلطة وبيضة او اتنين، وممكن قطعة جبن صغيرة او تفاحة، ده مهم قوي. عندنا برضو حاجة في التغذية العلاجية نستخدمها، حاجة اسمها الزنجبيل، ده مهم جدا هنحطه في الشوربة. طب هكمل مع الأستاذ زكريا بعد أن أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ ناصر. أهلا يا فندم. أهلا بك يا أستاذ ناصر. أهلا يا فندم. اتفضل يا فندم. أهلا يا فندم. كنت عايز أسأل على عندي حصوة على المبرد، وقفت يعني الأكل في العيد كده. حصوة على المرارة. تاكل إيه في العيد؟ الحصوة دي حجمها إيه يا فندم؟ صغيرة يا فندم. ها؟ صغيرة. صغيرة. طيب خلاص ان شاء الله نعطيك برضو بعض التعليمات الغذائية لعلاج هذه المشكلة. وشرفتنا واسعدتنا، اهلا بك ومرحبا. طبعا نروح للحاج ناصر بعد ما نخلص سؤال الاستاذ زكريا عن السمنة والكرش. طبعا هو وزنه طبعا يعتبر كبير جدا، فمحتاج صبر على الحاجات اللي احنا هنقولها، ومحتاج مواظبة. اولا المهم قوي تخلي البروتينات بتاعتك، يفضل البروتين البحري يعني السمك والجمبري والحاجات دي بالكمية المعقولة اللي احنا قلنا عليه. في برضو بعض الطحالب او النباتات البحرية اسمه فوقس حويصلي، فوقس حويصلي ده بيساعد في زيادة معدل الحرق، هناخد منه معلقة صغيرة برضو نحطها في الشوربة الجميلة اللي احنا قلناها، والشوربة دي كمان يكون فيها كرنب ويكون فيها زنجبيل ويكون فيها قرفة، الحاجات دي كلها مهمة قوي في المساعدة على الحرق. دايما لما نيجي ناكل، اي حد عايز ينقص وزنه لازم لما تيجي تاكل تبدأ بطبق سلطة كبير. طبق سلطة كبير اولا بيدي احساس بالشبع، ثانيا مغذي جدا، ثالثا بيساعد على تحسين الانزيمات وتحسين الافرازات المعدية والمعوية، تحسين كفاءة الجهاز الهضمي بصفة عامة، سرعة حركة الجهاز الهضمي، فلا يحدث امتصاص كبير للدهون، خاصة السلطة لما نحط كمان فيها زي ما قلنا الحاجات مضادات الأكسدة زي الفلفل والشطة، أو كمان نحط فيها حاجة حارقة زي الكرنب، سواء كان الكرنب العادي أو كرنب كامبوتشا أو أي نوع، ونحط برضو عليها الخل، ده مهم جدا. فالحاجات بقى اللي نحطها في الشوربة، الفوخص الحويصلي ده مهم قوي، الزنجبيل، القرفة، عندنا بذر الرجلة. بذر الرجلة من الحاجات الجميلة برضو في إنقاص الوزن، مهمة جدا
ولازم نستخدمها، واحنا برضو عندنا حاجات بنعملها لهذا الامر، وعندنا حاجات مسجلة بوزارة الصحة المصرية بفضل الله عز وجل تأتيك مع المنتجات. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأستاذ ناصر، حصوة المرارة، حصوة المرارة في نوعين من حصوات المرارة ممكن نستخدم لعلاج حصوة المرارة أو المساعدة في علاجها. احنا طبعا بناخد برشام بيكتبه لنا الدكتور، بيبقى عبارة عن حاجة زي الزيت كده أو حبيبات صفرة، دي بتكون أعشاب ونباتات طبية طبيعية، بياخدوا المستخلصات بتاعتها ويعبوها. مع هذا الكلام هناخد شراب البابونج، نبات البابونج ده من الحاجات المهمة قوي كمضاد للالتهاب، هناخد شراب البابونج ونستخدمه. كذلك الحجامة هتكون مفيدة جدا في تقليل الألم والحفاظ على الكبد والحفاظ على المرارة والحفاظ والمحافظة من حدوث الألم، كذلك توصيل الدواء بصورة طيبة. هناخد دايما ناخد فصين توم على الريق، هنقطعهم وناخدهم على الريق مع وجبة الإفطار أو مع السلطة، وناخد نص فنجان من زيت الزيتون، نص فنجان من زيت الزيتون على الريق مع عصير ليمونة، ممكن عصير الليمونة ده نعصره على كوباية مية ونشربه أو ناخده مع زيت الزيتون. الحاجات دي كلها مهمة لآلام المرارة ولوجع المرارة، وبإذن الله عز وجل أنا بتعشم في ربنا خير لو عملنا الحاجات دي مع الحجامة، إن الحصوة لو كانت من النوع اللي هو بيتكون من إفراز العصارة نفسها إن هي إن شاء الله تدوب. معنا اتصال كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عربي، السلام عليكم ورحمة الله. أنا عندي مشكلة، أنا خلي أختي تتكلم كده. الأستاذ عربي؟ إيه. طيب اتفضل يا فندم، بس أعلي الصوت شوية. ها؟ ارفع صوتك شوية. ماشي. ماشي يا فندم، اتفضل. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، أنا وضيفتي تعبانة وعندها ضغط السكر. أستاذن بس حضرتك تعلي صوتك شوية. طيب ماشي. لو سمحت بقول لحضرتك، والدتي تعبانة. ركبتك؟ والدتي مامتي. والدتي. أيوه. عندها الضغط والسكر. تمام. وجالها مشاكل في القلب. تمام؟ تمام. ودلوقتي حضرتك يعني من أقل حاجة ما بتزعل بيغمى عليها وبيجيلها مشاكل كتير وكده. فأنا كنت عايز أعرف يعني في حاجة طبيعية تقدر إن هي يعني تمنع جلطة القلب أو تقوي القلب شوية بحيث إن هي ما تجيلهاش يعني حاجة كبيرة في القلب؟ تمام. طيب حاضر، أنت حضرتك ساكنة فين يا أستاذة؟ إيه؟ حضرتك ساكنة فين؟ في دمياط. دمياط، تمام. أيوة. وتاني سؤال بس معلش عشان السمع عشان أسمع على التلفزيون. طب هي سنها كام سنة؟ والدتي عندها 42 سنة. تمام. ووزنها زايد. طيب السكر اللي عندها من النوع الاول ولا من النوع الثاني؟ يعني بتاخد انسولين ولا بتاخد برشام؟ والله مش عارفه يا دكتور، بس هي يعني السكر دلوقتي يعني مظبوط الوزن مظبوط؟ لا السكر بس وزنها زايد. وزنها زايد، طيب ماشي يا فندم. وعندها 42 سنه والضغط على طول بيعلى وبوطه ما بيستقرش. تمام. وفي عندي مشكلة أنا بقى معلش عشان نستمع عشان نسمع بس التلفزيون. ماشي يا فندم اتفضلي. طيب أنا حضرتك عندي كان وزني زايد والهرمونات بتاعتي كانت زايدة، كان عندي 80 كيلو. أخدت أعشاب طبيعية وكده بقى عندي بقى 70 كيلو. تمام. تمام. الطول قد إيه يا أستاذة؟ الطول 155. تمام. ودلوقتي يا دكتور يعني أنا بخس بس يعني مشكلتي في منطقة البطن بتخس. مشكلة البطن. وكنت باخد اعشاب طبيعية، قرفة وجنزبيل وكمون وحاجات طبيعية. تمام. فانا عايز اعرف يعني في حاجة ممكن تحرق الدهون اكتر بحيث ان مشكلة البطن، لان هي عندي المشكلة الاساسية عشان الهرمونات، وعايز اعرف يعني في حاجة طبيعية اقدر اخدها عشان تنظيم الدورة لانها مش متنظمة. تمام. دي بس. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا يا استاذ.
اشكرك على هذا الاتصال الطيب، وان شاء الله يعني ربنا يعافي الوالدة، عندها يعني موضوع متشابك شوية. خلينا نتكلم كلام علمي، لما تكون الحالة متشابكة كده وفيها أكتر من حاجة، لازم إن المريض يكون قدامنا بالورق بتاعه والتحليل اللي عملها وجميع الأدوية اللي بياخدها عشان نعمل مقارنات ونفك ده من ده، لأن ما نقدرش ندي دواء للضغط ممكن يأثر على السكر، أو دواء للسكر ممكن يأثر على القلب، أو دواء للقلب ممكن يأثر على الحالة النفسية واضطراب في الضغط. لكن يبدو كده والله أعلم إن أمك بتعاني، والدتك يعني عفوا بتعاني من استرس، بتعاني من استرس، ضغط عصبي، أعصابها مشدودة باستمرار، بتتعرض لانفعالات كتير، فلازم نبحث عن هذا السبب، سبب الانفعالات. دايما المريض اللي بيكون عنده موضوع يعني كومبليكيتد كده في بعضه غالبا بيكون عنده سبب نفسي. انا هكمل معاكي بعد ان اتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه، مين معانا؟ معاك فندم مهندس ايمن. اهلا بك يا باشمهندس ايمن، يا مرحبا. اتفضل حضرتك. كنت بتكلم ان انا وزني 115 وطولي تقريبا 176. تمام. وعايز اعمل نظام غذائي معين، يعني عايز نظام غذائي امشي عليه، احاول ان انا اقلل من وزني، فمش عارف امشي على نظام غذائي معين، تنصحني بيه حضرتك؟ طيب ان شاء الله ابشر. طب انت عملت تحليل هرمونات او كده يا استاذنا؟ لا الحمد لله ما عملتش اي حاجه الصراحه. طب هو مهم قوي نعمل تحليل الغده الدرقيه. تمام. اطمئنانا فقط على مستوى عملها. تمام. بحيث ان احنا نكون خلصنا من هذا الجانب. بعد كده بيبقى بندي حاجات طبيعية هنتكلم عنها دلوقتي، بتزود او بتنظم معدل الحرق الغذائي في الجسم مع نظام رياضي خفيف هقول لحضرتك عليه ان شاء الله. ده بيكون عن طريق اكل يا فندم، ولا ده بيكون عن طريق اكل، ولا بيكون عن طريق ادويه؟ هو عن طريق اكل وعن طريق تركيبات احنا موجود عندنا مصرح بها من وزارة الصحة. ثالثا عن طريق نظام رياضي، نظام رياضي والرياضة مهمة قوي، فالثلاث حاجات مع بعض بتأتي بنتائج ممتازة جدا. تابعني ان شاء الله من خلال الشاشة، واشكر حضرتك على اتصالك الكريم. تمام. فبالنسبة لأختنا الكريمة مهمة قوي لو هي حتى تشرفنا وتجيب معها الورق، وان شاء الله نقوم معها باللازم. زي ما قلنا مهم ان احنا نبقى حاجزين قبلها عشان خاطر ضغط الحالات وكده، ويعني كل واحد ياخد معاد بحيث انه يجي يقدر ان هو ياخد خدمة كويسة في هذا المعاد. من الحاجات المهمة برضو بتحسن الضغط الكرفس. الكرفس ده مهم قوي، ناخده في كل الوجبات، بيحسن جدا ضغط الدم. كذلك البردقوش بنشربه مرة الصبح ومرة بالليل زي الشاي كده، ونحليه بعسل النحل، ده مهم قوي برضو في تنظيم الضغط. منقوع الدوم، الدوم عصير الدوم اللي هو موجود عند محلات العصير، بس يكون منقوع مش مغلي، يكون منقوع مش مغلي، بننقعه من بالليل للصبح لمدة 12 ساعة ونشربه، ويتنقع تاني من الصبح بالليل لمدة 12 ساعة. يعني كوباية الصبح تكون منقوعة من بالليل، وكوباية بالليل بتكون منقوعة من الصبح. ده بينظم المعادلة اللي احنا قلنا عليها بتاع الرينين انجيوتينسين الدوستيرون سيستم. معنا اتصال كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. استاذ احمد، اهلا ومرحبا. احمد فاهم حضرتك من الجحيرة. اهلا بك يا استاذ احمد حبايبنا والله اهل البحيره. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بخير وصحه وعافيه يا رب. النبي يا دكتور، انا عندي المراره فيها رمول، وعايز وتعبان شويه، فعايز اعرف ايه الاكل اللي ممكن يضرني، مش عايز اعمل عمليه. المراره فيها ايه يا فندم؟ رمول. ضمور؟ رمل. رمول، رمل. بسيط كده. طيب. عايز اعرف ايه الاكل اللي ممكن يضرني وما يضرنيش، واكل ايه، وهل زيت الكتان مفيد ليها اربع مرات في اليوم؟ حاضر هرد على حضرتك ان شاء الله. تابعني واسال الله ان يعافيك وان يشفيك. موضوع الرمول زي ما قلنا هو بدايه لتكوين حصوات المراره. احنا في الحاله دي بنحاول ان احنا نحسن كفاءه السائل المراري ونقلل اللزوجه بتاعته شويه. هتاخد الخرشوف. الخرشوف مهم قوي ان احنا ناخده في الوجبات، الخرشوف. كذلك الزنجبيل بكميات بسيطه، مرة في الصباح ومرة في المساء، بس تأكد ان الموضوع ما كونش حصوات، يعني لازم نعمل اشعة تلفزيونية نتأكد ان ما فيش حصوة عشان خاطر ناخد الزنجبيل والخرشوف بامان. ليه ما اقدرش اديك الزنجبيل لو في حصوة؟ لان الزنجبيل بيحسن او بيكتر خروج السائل المراري، فممكن الحصوة تتحرك في القناة المرارية. انا مش عايزها تتحرك، انا عايز تثبت مكانها
لغاية ما نقدر ان احنا نخليها بفضل الله مع الأدوية قد تذوب بإذن الله عز وجل، او على الاقل ان احنا نحافظ ان احنا ما ندخلش في مراحل صعبة. فمهم اول خرشوف، مهم الكركم، مهم الزنجبيل، ناخد الثلاث حاجات دول، نبتعد عن الأطعمة اللي فيها دهون عالية، نبتعد عن الأطعمة اللي فيها مسبكات، نبتعد عن الأطعمة الدسمة، نبتعد عن الحاجات اللي ممكن تعمل لنا مشاكل زي الجوافة او الطماطم او هذه الاشياء. هناخد بقى زيت الزيتون، مهم قوي ناخد زيت الزيتون مرة في الصباح، بناخد نص فنجان، بناخد برضو معاه فصين توم، وبناخد عصارة ليمونة كاملة. طيب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الأستاذة عزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور محمد؟ أهلا بك يا أستاذة عزة. كل سنة وأنت طيب. وأنت بخير وصحة وعافية وصحة وسعادة يا رب. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي ابني عنده سنتين. تمام. فعنده عملت له عملية استسقاء، مية في المخ. تمام. فبالتالي جات له كهرباء زيادة. وكمان ما بيمشيش ولا بيقعد ولا بيتحرك خالص. فأنا يا ريت عايزة علاج للحركة وللعضلات، وعايزة علاج للكهرباء كمان، اللي بياخد العلاج اللي الدواء اللي بياخده عند الدكتور بس بتجيله برضه، يعني بتهدي شوية بس بترجع تاني. تمام. وفي نفس الوقت فأنا عايزة حاجة تهدي الكهرباء وتهدي وتقوي الخليه يمشي ويتحرك. طيب. وعندي مشكلة تانية يا ريت يا دكتور. تفضلي. انا جوزي عنده املاح في الدم زيادة شوية. تمام. فانا عايزة علاج للاملاح دي، لان كل ما تخف ترجع له تاني باستمرار. وطبعا انت عارف الاكل ما ينفعش، يعني معنى كده ان كل الاكل مش هياكله. فانا تمام. عايزة حاجة يعني للاملاح يعني. طيب. يا دكتور. حاضر من عناي. حاضر من عناي. ابشري بالخير. حاضر. ربنا يعافيه يا رب ويعافيك ويعافي ابنك ويعافي كل المسلمين من كل داء، اللهم اشفيه وعافيه بشفائك يا رب العالمين. تمام. يبقى اتكلمنا عن الضغط، بناخد الكرفس مهم، وقلنا الدوم، وقلنا البردوش. عندنا في السكر برضو من الحاجات الغذائية المهمة قوي في موضوع السكر البصل نفسه. البصل دوت يعني يكاد يكون انسولين طبيعي، واللي يواظب مثلا على اكل البصل مرة حتى في المساء قبل النوم، او حتى شوربة بصل، او حتى يشويها، بتساعد جدا في تنشيط البنكرياس وتحسين كفاءة الانسولين للخارج، خاصة في حالة السكر من النوع الثاني. يستعاض عنه ايضا ببذر البصل، ممكن بذر البصل نستخدم منه معلقة صغيرة كده تترش على السلطة زي ما بنعمل مع حبة البركة او كده، مرة في الصباح ومرة في المساء. فمهم قوي. مهم برضو ان احنا نظبط الحالة النفسية بالنسبة للست الوالدة، وما نخليهاش تتعصب كتير. احنا عرفنا ان الانسان ده الزعل بيتعبه، فنبعد عنه مصادر الزعل، وزي ما قلنا احنا تحت امرك نشوف برضو ورقها ونحاول نعمل لها اللازم باذن الله عز وجل. بالنسبة للوزن الزائد، انا عندي دلوقتي 3 وزن زائد، نبتدي نتكلم عنهم مفيش مشكلة. المهندس ايمن والاخت التي اتصلت منذ قليل، اخت الاستاذ عربي والحاج زكريا. بس طبعا اخت الاستاذ عربي الموضوع عندها بسيط شوية عن الحالتين التانيين. طيب نتكلم مع الاستاذ ايمن. زي ما قلنا احنا هنجيب حاجه اسمها الفوقس الحويصلي. الفوقس الحويصلي ده بيزود معدل الحرق، هناخد منه معلقه صغيره نحطها في الشوربه زي ما قلنا 3 مرات في اليوم، او مع السلطه، او نعملها كمشروب زي الشاي، ملعقه صغيره على كوب ماء مغلي ويحلى بملعقه او بنصف ملعقه صغيره جدا من عسل النحل، ممنوع وضع السكر، او حتى لو شربناها بدون تحليه فهذا يكون افضل بإذن الله عز وجل. النظام الغذائي زي ما قلنا لازم عندنا السلطة تكون في كل وجبة، السلطة الحارقة لازم يكون فيها فلفل، ولازم يكون فيها زنجبيل، ولازم يكون فيها الكرنب، أي نوع من أنواع الكرنب، سواء الكرنب العاج دي أو كرنب كامبوتشا، خاصة كرنب كامبوتشا الأحمر ده بيكون تأثيره أفضل بإذن الله. مهم قوي إن احنا نمشي ساعة يوميا، نمشي ساعة. اكسرسايز لازم يكون بنية الاكسرسايز، يعني نعمل رياضة بنية الرياضة. وبعدين هما في الكتب بيقولك ان انت بتمشي ماشي بين السرعة وبين البطء، يعني ما بتجريش جري سريع وما بتمشيش ماشي خفيف، لان لو واحد ماشي عادي كده يعني بيتسلى ولا بيأزأز لب ده مش هيحرق، لازم يمشي ماشي خطوة سريعة شوية. في الكتب بيقولك as you catching a train، كأنك بتحاول تلحق القطر. فالمشية دي بتكون خطوة سريعة شوية، بنمشي لمدة ساعة. ليه ساعة؟ واحد بيقول لك انا بمشي نص ساعه كل يوم وما بنقصش، لسبب بسيط،
لو انت مشيت لمدة نص ساعة الجسم بيحرق من الوجبة الحديثة، الوجبة اللي انت لسه واكلها النهاردة او واكلها في وقت قصير، لكن بعد 35 دقيقة لما بنخش في 40 دقيقة او 45 دقيقة او ساعة يبتدي الجسم يحرق من الدهون المخزونة، وده اللي احنا محتاجينه خاصة في الاوزان التقيلة. حتى لو جبت مشاية في البيت، حتى لو جبت عجلة، العجلة الثابتة ديت في البيت، او اي جهاز رياضي ممكن نستخدمه في البيت، اي اكسرسايز ممكن نستخدمه في البيت، حتى يا اما يوميا لمدة ساعة او يوم ويوم لمدة ساعة، ده هيجيب معانا نتيجة خرافية. الساعة دي انت بتحرق فيها سعرات حرارية عالية جدا، كمان بعد ما بتخلص الرياضة وتقعد في البيت بيفضل الجسم شغال حرق والمخ شغال حرق، بحيث نصل الى وزن مثالي في فترة بسيطة باذن الله، واسأل الله ان يمن عليكم بالعافية. الخل وخل التفاح والليمون ده كله ممكن ناخد منه معلقة صغيرة على كوباية مية نشربها قبل الوجبة، بس نطمئن الاول ان احنا ما عندناش مشاكل او قرحة في المعدة. وزي ما قلنا احنا ممكن نحتاط ونعملها مع طبق السلطة، نحط عليها الليمون مع معلقة الخل او معلقتين زي ما اتفقنا. بالنسبة لمشكلة البطن، زي ما قلنا عندنا الشاي الاخضر مهم قوي في حرق الموضوع دوت، مع الزنجبيل مهم قوي برضو. مهم نعمل حاجة خارجية، دهان خارجي، اما بزيت الزنجبيل، وممكن عمل زيت الزنجبيل مع زيت الشمر بفضل الله عز وجل يعمل شد في المنطقة بحيث نصل لنتيجة افضل، وده بفضل الله برضو موجود عندنا حاجات خاصة بتحسين الجهاز الهضمي وتحسين التخسيس وزيادة معدل الحرق، وحاجات برضو مصرحة من وزارة الصحة المصرية. عندنا بالنسبة بقى لتنظيم الدورة الشهرية، ده مهم قوي ان احنا نعمل تحليل، ومهم قوي ان انت تشرفينا وفي العيادة، ودي علاجها سهل جدا بفضل الله عز وجل، ممكن جلسة او جلستين حجامة مع العلاج اللي انت بتاخديه بصورة طبيعية بتأتي بنتائج مبهرة جدا، وفضل الله عز وجل جميع مشاكل اضطرابات الدورة الشهرية دي بتدخل تحت الامراض الدموية او المرتبطة بالدورة الدموية بفضل الله عز وجل. وكمان دورة الهرمونات بتنظم برضو الهرمونات، بنعمل تنظيم ليها عن طريق جلسات الحجامة بفضل الله عز وجل، تنظيم للهرمونات وتنظيم لنزول الدورة. في جلسات حجامة للناس اللي الدورة بتجيلها مع نزيف وألم شديد، وفي جلسات حجامة للناس اللي الدورة ما بتجيلهاش او بتيجي بكمية قليلة، دي بتتنظم ودي بتتنظم، ودي لها طريقة ودي لها طريقة، ودي لها مواضع ودي لها مواضع. وكنت بقرأ في موقع مجلة أجنبية منذ قليل عن الحجامة، وجدت ان الحجامة فعلا، مش وجدت انا عارف، ولكن ده اثبات علمي. يعني نتكلم عن موضوع الحجامة دوت بعد ان اتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. الاستاذة ابتهال. ايوه ابتهال. ابتهال يعني زي الابتهاج وزي العيد، يعني كلها مترادفات في يوم واحد. اهلا بك يا استاذة ابتهال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بك يا فندم. بقولك عندي سؤال لو سمحت يا دكتور محمد. تحت امرك خدامين. انا ابني عنده 27 سنة. تمام. فحل الدهون الثلاثية طلعت 600. تمام. كم يا فندم؟ نعم. كم؟ 600. مش سامع الرقم. الدهون الثلاثية 600. 600 تمام اتفضل. والكوليسترول طلع 300. تمام. واليوريك اسيد طلع 7. تمام. والضغط 150 على 110. تمام. فيعني هو يعني انا بالنسبه لي كان عندي الموضوع دوت عالي برضه. فده يعني ده نوع من الوراثه ولا ايه بالظبط؟ قد يكون في جينات وراثيه بتعمل تشابه في مساله ان الجسم ما بيتخلصش كويس من اليوريك اسيد، وكذلك الدهون الثلاثيه، وكذلك ضغط الدم المرتفع. هنتكلم عن التلات حاجات ونديكي النصائح المهمه في هذا الامر، ومهم برضو ان هو يشرفنا نتابع معاه جلسات في الحجامه والتغذيه لغايه ما الامور تنضبط تماما، لان مهم قوي ان احنا نشوفه، لان سنه لسه صغير جدا على انه يدخل في هذه الدوامه وهذه المشاكل، واسال الله ان يعافيه. طب وزنه قد ايه يا فندم؟ وزنه 95. 95 مع طول كام؟ طيب هو اكيد طبعا عنده زياده في الوزن، وزياده في الدهون الثلاثيه، وزياده في الكوليسترول، وزياده في اليوريك اسيد، وارتفاع في ضغط الدم.
الأمور دي كلها محتاجة لتنظيم بطريقة معينة. أسأل الله أن يعافيه، بس دايما تستخدمي له موضوع البردقوش ده مهم جدا، مع فصين الثوم يتقطعوا ويتاخدوا مع السلطة في كل وجبة، تاخدوا مع السلطة في كل وجبة أو مع الزبادي في كل وجبة. هناخد على الريق معلقتين كبار من زيت الزيتون، ممكن برضو نحطهم على السلطة أو على الجبنة في الصباح. زيت الزيتون كذلك، الليمون كذلك، فصين الثوم، ده إن شاء الله ينظم معانا موضوع الكوليسترول وموضوع الضغط وموضوع الدهون. كذلك جلسات الحجامة مهمة قوي ان هو يتابعنا فيها، وبرضو يشوف ان هو الطبيب اللي هو متابع معاه برضو يستمر على العلاجات اللازمة جنبا الى جنب، بحيث نصل الى افضل نتيجة. واسأل الله ان يعافيه ويشفيه يا رب من كل سوء. فمن الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها موضوع الحجامة، في مجلة اجنبية بريطانية وابحاث بريطانية، وبدأ دلوقتي الحمد لله يعني العالم كله مهتم قوي بموضوع الحجامة، وبدأ يقول لك ويل تريند بروفيشنال، يعني لازم يكون الشخص اللي بيمارس الحجامة مدرب تدريب جيد وبروفيشنال، لازم يكون من العاملين في المجال الصحي، في القطاع الصحي، يعني يكون طبيب. اي حد درس مواد طبية مهمة جدا زي الهيستولوجي والفسيولوجي والاناتومي. الهيستولوجي ده علم الأنسجة، الفسيولوجي علم وظائف الأعضاء، الأناتومي علم التشريح، والفارماكولوجي اللي هو علم الميكانيكية الدوائية في الجسم أو حسب التفسير العربي بتاعه. الأربع حاجات دول لازم اللي بيعمل حجامة يكون دارسهم أيا كان بقى حد في المجال الطبي، بحيث حتى وإحنا بنشرح في الدورات نلاقي حد بيستفيد معانا. ومعايا أبحاث أجنبية ودورات باللغة الإنجليزية ممكن نديها، بس يكون الحاضرين أطباء فقط أو عاملين في المجال الطبي. السلام عليكم ورحمة الله، معنا اتصال. أيوة دكتور محمد، أنا اللي كلمت حضرتك دلوقتي على المرارة فيها رمول. الأستاذ حضرتك قلت لي عشر زنجبيل، وأنا عندي جلوكوما ضغط عين، عامل عملية ضغط عين. تمام. عامل جلوكوما، فهل الزنجبيل، وقلت لك على زيت الكتان حضرتك. حضرتك ما ذكرتش موضوع الزنجبيل. طيب خلاص انا هرد على حضرتك. لا، زيت الكتان هنحاول ان احنا نتجنبه. هتستخدم التوم، التوم ده مهم جدا، اولا ما يتعبكش في موضوع الجلوكوما، ثانيا هيخفض معاك الضغط، ثالثا بيحسن موضوع الرمول. واسال الله ان يعافيك. هنتجنب زيت الكتان شويه ونركز قوي مع زيت الزيتون، لانه هو الافضل وهو الاحسن، والابحاث العلميه بتثبت كفاءه زيت الزيتون في مثل هذه الامور، وربنا يعافيك من كل سوء. الحجامه احنا بنعملها عندنا في عياده الصحه، الحجز عن طريق الارقام الظاهره زي ما قلنا، بحب ان انا اعملها بنفسي وتابعها بنفسي. التشريط بيكون دقيق جدا بطريقه معينه غير مؤلمه، حتى بعض الناس اللي بتخاف ممكن يجيب عادي، مفيش مشكله مخدر موضعي، ولكن الافضل ان هي تتعمل بدون مخدر. الحمد لله ايدينا خفيفة جدا، بتتعمل بطريقة معينة مش اي حد يعملها، ثانيا عشان التعقيم ده امر مهم جدا، ثالثا عشان الادوات تكون بتستخدم لمرة واحدة. معنا اتصال ثم نكمل مرة اخرى. السلام عليكم ورحمة الله، معنا الاستاذة سهام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور محمد؟ اهلا بك يا استاذة سهام. طيب. وانت بخير وصحة وعافية يا رب. دكتور لو سمحت، انا عندي الفقرة الرابعة والخامسة عندي ضغط على العصب فيهم. تمام. فكنت عايزة أتأكد من حضرتك، هو يجوز يعني ينفع حجامة عليهم؟ طبعا مهمة جدا، بس عايزين نعرف المرحلة، هي اللي انتي الموضوع لسه قريب ولا بقاله فترة؟ هو أنا كنت يعني كشفة اكتشفته في شهر 3 لما عملت رنين وكده. طيب خلاص، احنا الحجامة طبعا مهمة، ولو شرفتينا تجيبي معاكي التقرير بتاع الرنين، مش مهم الإشعة، أنا هيهمني بس التقرير عشان أعرف منه الدرجة بتاعة حضرتك. كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال تاني معلش. اتفضلي يا فندم. هو أنا ارتحت على العلاج وكويس يعني الحمد لله. تمام. بس بيزيد عليا الألم أوي في أيام الدورة الشهرية، فبتقف رجلي خالص، بيشد معايا العصب بتاع الرجل، بتقف ممكن أقعد في السرير يوم واتنين. تمام. فحضرتك يعني تنصحني بإيه، بالحجامة ولا بإيه؟ الحجامة طبعا هتفيدك جدا. ده رقم واحد، كمان عشان تنظم معاك الدورة والألم اللي بيحصل في الدورة. لا هي الدورة منتظمة حضرتك، بس بيزيد عليا الألم جامد قوي. تمام. في أيام الدورة يعني، في ممكن في الأيام العادية الحمد لله برتحت على العلاج، فبضطر إن أنا أكرره أيام الدورة.
تمام. هو طبعا في الدوره زي ما قلنا بيحصل بيبقى فيه نوع زي الالتهاب. ممكن حضرتك ترد عليا بعد ما اخلص عشان طيب حاضر. بس حضرتك سؤال تاني معلش. اتفضلي يا فندم. انا طولي 161 تمام ووزني 79، فحضرتك عندي منطقه الارداف بس هي يعني مليانه شويه، فممكن حضرتك تنصحني بايه اعشاب طبيعيه ممكن اشربها حضرتك؟ تمام حاضر تحت امر. متشكره وشكرا حضرتك. تبين خلال الشاشه وتحت امر حضرتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احنا قلنا اي تعب في الفقرات الحجامه بتكون صالحه معاه، ولكن زي ما قلنا لازم عند حد متخصص قوي عشان ما نعملش اثر عكسي، لان بعض الناس بتعملها بطريقه غلط فتزود المشكله. فاحنا عايزين نتخلص تماما من المشكله او بنخفف الالم جدا في موضوع الفقرات. زي ما قلنا بيطلع ماده البروستاجلاندين دي بنطلعها عن طريق الحجامه من الجسم، بنطلعها بره خالص اللي هي الماده المسببه للالم ديت، بنطلع كميه كبيره منها. ثانيا بتفرز ماده اسمها نيتريك اوكسيد، دي موسعه للاوعيه الدمويه، فبتحسن على زياده الدوره الدمويه في العضلات المحيطه بالفقرات المصابه، فبتخفف الضغط عن الفقرات المصابه. رقم ثلاثه لازم نعمل تخسيس، واحنا هنقول لك موضوع الشاي الاخضر مع الزنجبيل مع الليمون مع الكمون، ده ممكن نستخدمه مع دهان موضعي بزيت الكافور وزيت النعناع وزيت الزنجبيل. زيت الكافور وزيت النعناع وزيت الزنجبيل دهان موضعي على المناطق المراد تخسيسها، واسال الله ان يعافيك ويعافي المسلمين. احنا زي ما قلنا حجز جلسات الحجامه عن طريق الارقام الظاهره على الشاشه، وقلنا زي لما شفنا في المراجع الاجنبيه قال لك لازم يكون حد ويل تريند بروفيشنال، لازم يكون المستوى العلمي مهم قوي جدا في موضوع الحجامه سواء في التشريط، لان انا بشوف الناس العشوائيين بيعملوا تشريط غلط جدا، تشريط مؤذي جدا. المراجع العلميه كلها بتقول سمول كوانتيتي اوف بلاد، بنطلع كميه بسيطه من الدم. طبعا ده بيرجع للتشريط، لو انا مشرط تشريط بسيط هيطلع كميه بسيطه من الدم، لو انا مشرط تشريط عميق هيطلع دم مفيد الجسم محتاجه، انا بس عايز اطلع كميه الدم البسيطه اللي الجسم مش محتاجها، او الدم اللي هو قليل الجوده، او الدم المعبأ بالسموم، او اللي احنا يعني بيسموه مجازا كده في العامه دم فاسد. هو مفيش حاجه اسمها دم فاسد لكن هنقول عليه مجازا دم فاسد، ده اللي بطلعه في الحجامه عشان نوصل لمرحله العلاج الصحيح عن طريق الحجامه كوسيله علميه حديثه لها اصول في السنه النبويه المطهره. التعقيم عندنا مختلف شويه، بنعمل تعقيم وفي نفس الوقت الماده اللي احنا بنحطها للتعقيم بتسهل موضوع التشريط عشان خاطر ما يحصلش الم ويبقى الموضوع بسيط ويبقى التشريط سطحي فقط، ويبقى زي ما قلنا التشريط بيبقى صغير، وبنزود عدد الشرطات عشان نوصل لنتيجه افضل، وبيكون كل الادوات معقمه وتستخدم لمره واحده فقط، والادوات مجانا من عندي على الجلسه بحيث تكون الجلسه شامله للزياره والادوات بفضل الله عز وجل، لانني احب ان اصل الى اعلى مستوى من التقنيه خاصه في امر زي الحجامه ورد في السنه وتعالجت بيه انا شخصيا لما كنت مريض، ما كنتش بستفيد من الادويه الا لما عملت الحجامه. معنا اتصال كريم. السلام عليكم ورحمه الله. ازي حضرتك دكتور؟ انا كنت بتكلم من فين؟ اخت الاستاذ عربي. الو. اهلا بيك يا استاذ اتفضلي. حضرتك انا قلت لك ان وزني كان 80 وبقيت 70، بس انا كنت عامله تحليل هرمونات وهي كويسه. اه. اقولها لحضرتك؟ انا ظنيت انك بتقولي عندي اضطراب في الهرمونات. انا كنت عامله تحليل هرمونات وهي كويسه، والدوره يعني هي كانت بتجيلي كل 3 شهور. دلوقتي عادت بتيجي كل شهر، بس مش كل 28 يوم، يعني ممكن تيجي كل 30 يوم او كل 31 يوم. طب مش مشكله، يعني الفرق دوت يعتبر بسيط مش مقلق. عايزه يعني عايزه حاجه على اساس ان هي تكون متنظمه يعني كويسه قوي. طيب انا هقول لك على حاجه، هو ده موضوع موضوع تخصصي قوي في الموضوع في تخصص النساء والتوليد، لكن انا عايز اقول لك ان البويضه بتاخد وقت معين على ما تتكون، فالبويضه عندك ممكن تكون بتاخد وقت شويه على ما تتكون وتطلع، وبعد كده ما دام بتحصل الدوره. طب ممكن اكمل وبعدين اسمع التلفزيون؟ ماشي يا فندم، ماشي اتفضل. طيب اقول تحليل هرمونات ولا مش مهم؟ ماشي اتفضلي يا فندم. اقول تحليل هرمونات؟ اه اتفضلي يا فندم. عملت الاف اس اف 75 والال اس 64 وتحليل بروليكيشن 17.8 وتحليل اي 2 استروجين 20.
تمام تمام ماشي يا فندم، ربنا يا رب يعافيكي من كل سوء يا رب، وان شاء الله حاضر ان شاء الله هقول لك على حاجات مهمه قوي تعمليها وتمشي عليها، وربنا ان شاء الله يتم لك العافيه من عنده باذن الله عز وجل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حضرتك ان شاء الله مهم قوي موضوع زي ما قلنا البردقوش ده، مهم قوي مع البابونج، البردقوش مع البابونج هتجيبيه حضرتك ونستخدمه 3 مرات في اليوم زي الشاي، يحلى بعسل النحل مع الانتظام والمواظبة. برضو العلاج اللي انت اخدتيه مهم قوي ان انت تتابعي مع الطبيب النساء في هذا الامر لغاية ما نوصل لأعلى مستوى من ضبط الهرمونات، وربنا يعافيك ان شاء الله. كان معانا مين تاني؟ طيب معانا اتصال، الأستاذة أم ندى. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك، أهلا بيك يا ست أم ندى. أنا ليا أخ في عنده هوى على الرئة، وعمل عملية شفط الهوى دي، فأنا عاوز حضرتك تنصحني أنا هو يعمل إيه أو ياخد إيه أو إيه اللي ينفع حاجة زي كده. وبالنسبة لي أنا كنت عاملة عملية الغدة وشلتها كلها، استأصلتها كلها، ربنا يعافيك. مع البرشام اللي انا باخده يعني اخد تغذيه ايه يعني زي ايه؟ تمام، حاضر يا فندم، شكرا، ربنا يعافيك من كل سوء يا رب. والله موضوع الهوى على الرئه دوت ده لازم يكون في تواصل مع الطبيب المعالج مباشره بصراحه، يعني لازم يكون في تواصل مع الطبيب المعالج. فحضرتك ممكن نشوف التقارير بتاعته وفي نفس الوقت رقم الطبيب المعالج عشان يحصل بينا تواصل، لان كلمه هوى على الرئه دي كلمه مطلقه يعني بتحتمل اكثر من احتمال، فانا مش في مجال ان انا احط احتمالات في صحه انسان، فمهم قوي ان انا اسمع الكلام العلمي مباشره او التشخيص العلمي من الطبيب المعالج عشان اقدر ارد على حضرتك. فانا بعتذر ان انا مش هقدر ارد اي رد الا لما اعرف التشخيص العلمي الدقيق وابحث فيه كمان. بالنسبه لحضرتك موضوع الغده الدرقيه، اكيد ان الطبيب المعالج اداك نظام غذائي ودواء تمشي عليه، وللاسف انت هتحتاجي تفضلي ماشيه على الدواء ده باستمرار، وربنا يا رب يعافيكي. تاخدي دايما الخضروات الطازجه، الفواكه الطازجه، الحاجات الطبيعيه، تبعدي عن المواد الدسمه والمسبكات وهذه الاشياء. معنا اتصال، انقطع الاتصال، بتعتذر الينا لأن الخط انقطع من جهتها. طيب هنرجع تاني لموضوع النقرس اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الأساس، وبنتكلم عن الحجامة في علاج النقرس، وبنتكلم عن التغذية العلاجية في النقرس، ووصلنا إلى نبات الأرقطيون. برضو مهم قوي نبات الشعير والبقدونس، نحن نغليهم ونشرب منهم كل 4 ساعات. حمض الفوليك أو الفوليك أسيد، وده يعني بيعتبر كمكمل غذائي بيعطوه حتى في حالة الحمل. الفوليك أسيد ثبت ان هو مهم قوي في الوقاية من مرض النقرس. الحاجات اللي احنا هنتجنبها لمريض النقرس، اللي احنا قلنا ان نسبة اليوريك أسيد عنده في الدم زايدة عن 7 ميلي جرام لكل 100 ميلي بلد، لكل 100 ميلي من الدم يعني. بنتجنب الأكلات الدسمة والدهون، بنتجنب البقوليات زي العدس وخلافه، بنتجنب الاكثار من اللحوم، بنتجنب مثلا الاشياء اللي هي الحادقه زي السلمون والسردين وشيء من هذا القبيل، بنتجنب الباذنجان، بدنجان يعني، والارنبيط والسبانخ والطماطم، بنتجنب الفراوله والتوت، بنتجنب المخللات. ده لمريض النقرس. طب الحجامه بتعمل ايه في مرض النقرس معايا؟ بتعمل كذا حاجه. اولا احنا لما بنحط الكاس ونعمل التشريط الدقيق اللي احنا قلناه بالتعقيم طبعا، بيطلع معانا بلورات حمض اليوريك اسيد اللي هي متراكمه تحت الجلد، بس دي ما بتطلعش من اول جلسه، بيطلع جزء كبير منها، بيخف الالم ولكن بتحتاج الى متابعه حتى ينتهي الالم تماما. الحاجه الثانيه ان هي بتزود او بتفرز ماده النيتريك اوكسايد، وماده النيتريك اوكسايد بتساعد على زياده توارد الدوره الدمويه الى العضو المصاب، ومن ثم بتساعد على حاجة اسمها الفينوس درينج اللي هو الراجع عن طريق الأوردة، الغسيل بمعنى أصح، يعني بنغسل الرجل عن طريق الحجامة.
تالت حاجة مادة البروستاجلاندين، دي مادة بتفرز لما بيحصل سيل انجري زي ما قلنا، او التهاب في اي عضو من الجسم او اذى في اي عضو من الجسم، تطلع مادة البروستاجلاندين. برضو الحجامة بتساعد على خروج نسبة من هذه المادة. الحجامة بتحفز المخ على افراز المسكنات الطبيعية الاندورفينز والانكيفالينز كمواد مسكنة للألم. الحجامة بتعمل بنظرية البوابة الجيت ثيوري. الجيت ثيوري اللي هي احنا بنشغل النسبة من المخ او بنشغل المخ شوية عن الألم الحادث، فيبتدي يحدث تحسن في الألم ويقل الألم. برضو الحجامة بنعمل جلسات للكلى عشان ننشط الكلى، نساعد الكلى على إخراج حمض البوليك بسهولة. وعندنا تركيبات غذائية طبيعية برضو لابد أن تكون بحجز مسبق بحيث نقوم بإعدادها، وهناك أشياء أخرى أيضا بتكون مصرحة من الصحة. هنرجع نتكلم تاني في موضوع الوزن. زي ما قلنا أختنا الكريمة أخت الأستاذ عربي مع الأستاذة سهام، احنا ما عندناش زيادة كبيرة قوي في الوزن، فالموضوع هيكون بسيط معانا. بنستخدم برضو الحاجات الطبيعية زي الكمون مع الزنجبيل مع القرفة مع البردقوش مع الشاي الاخضر. الحاجات دي بتساعد في تخفيف النسبة الزائدة من الوزن. زي ما قلنا لما بيكون في ترهلات في اماكن معينة او زيادة في اماكن معينة، بنعمل توجيه للحرق الى هذه الاماكن عن طريق زيوت حارقة. زيوت حارقة زي زيت الزنجبيل، زيت الكافور، زيت الفلفل الحار، كذلك زيت النعناع. مهم قوي ندهن بهذه الزيوت مع التدليك مرة في الصباح ومرة في المساء. عندنا زيت عجيب قوي وجميل قوي اسمه زيت الشمر، ده بيساعد على شد الجلد وشد ترهلات الجلد سواء في الأرداف أو في الأجناب أو حتى شد الثديين، يعني ترهلات الثديين لما بنعمل عليها زيت الشمر. كمان مع زيت الحلبة بيساعد على التكبير وشد الجسم بشكل طبيعي وجيد بإذن الله، وأسأل الله أن يعافيكم ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. أعتقد إحنا كده جاوبنا على كل الأسئلة. الأستاذ إبراهيم بقى اللي هو أول حد كلمنا اللي هو 38 سنة، زي ما قلنا إحنا بنعمل تحاليل وفحوصات ألام العضلات. الحجامة إن شاء الله بتساعد في علاجها بصورة طيبة جدا، بتساعد على تحسين الدورة الدموية في العضلات وإخراج اللاكتيك أسيد من العضلات، بتجيب نتائج ممتازة جدا عن طريق الحجامة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الأستاذة منى، الدكتورة منى من الإسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله. الله يخليك يا دكتور. أهلا بك يا دكتورة منى. نور الشاشة والله. أهلا بك ومرحبا، نورتينا وأسعدتينا. الله يخليك يا دكتور. وكيف حال أهل الإسكندرية الكرام؟ منطقة السمنة اللي تبقى في البطن. نعم؟ منطقة السمنة اللي في البطن، يعني الجسم كله مش تخين بس في سمنة في منطقة البطن. سمنة في البطن. ايه اللي يبقى مفيد بالنسبه لدوت من غير ما ناثر على، مش عايزين نخسس اي مكان تاني يعني. طب انت عايزه بس للسمنه اللي في البطن؟ اه اللي هو يعني احنا بنقول عليه كرش. لا ما تقولش كرش يا دكتور، لا ما تقولش كده. حاضر، مش هقول كده كده يعني، مش معقول يعني. حاضر يا دكتوره منى، ربنا يبارك فيكي. ربنا يخليك يا دكتور ويرضى عنكم يا رب ويكتب لكم السلامه من كل سوء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما بنقول الدهون، في دهون بتبقى دهون على الأعضاء الداخلية من الجسم، وفي دهون بتكون متراكمة تحت الجلد. السمنة اللي في البطن بتكون شوية دهون متراكمة تحت الجلد، فإحنا بناخد مشروب الشاي الأخضر مع مشروب الزنجبيل مع مشروب القرفة مع مشروب الكمون، يعني الحاجات دي كلها ممكن نجيبها بكميات متساوية 25 جرام من كل نوع، والجميع ينطحن ويتحط في برطمان، ينطحن ويتحط في برطمان. القرفة مع الزنجبيل مع الكمون مع البردقوش مع الشاي الأخضر، الحاجات دي مهمة قوي. مع الكمون بنحطها في برطمان، وناخد معلقة صغيرة على كوباية مية مغلية، ممكن نحليها بملعقة صغيرة من عسل النحل النقي 3 مرات في اليوم قبل الوجبة بربع ساعة، مع الدهان على مناطق تجمع الدهون بزيوت حارقة. طبعا حارقة يعني مش بتحرق الجلد، لا بتحرق الدهون، يعني بتسخن المنطقة اللي احنا بنحطها عليها عشان تجري الدورة الدموية فيها، فتأثير النباتات اللي احنا بناخدها ديت توصل بصورة طيبة. زيت الكافور، زيت النعناع، زيت الزنجبيل، زيت الفلفل الأحمر أو الفلفل الحار،
بنعمل منه دهان او مساج. ومهم قوي يا جماعه التكلسات اللي هي فيها دهون ان احنا نعمل فيها مساج، لان بيبقى الدهون عامله زي كلاكيع كده، واقفه البلاط سبلاي، واقفه الدوره الدمويه، مش مخليها تتحرك كويس. فاحنا بنعمل حاجه زي مساج خفيف قوي ببساطه. ممكن نعمل كمان كمادات ميه دافيه، او ننزل في حمام دافي لمده ربع ساعه مع هذا التدليك. مهم قوي الموضوع البطن او الدهون اللي في البطن، او حتى الدهون اللي في الكرش لو الكرش سببه دهون، ان احنا بنجيب الورق الكرومب الكبير ونحطه في الفرن شويه لمده دقيقتين ولا حاجه لغايه بس ما يدفى، وبعد ما يدفى بنلفه على البطن ونربط فوقيه الحزام وننام بيه من المساء الى الصباح. بنصحى نلاقي كميه تعرق شديده جدا، بيسخن المنطقه كويس قوي، بيساعد كويس قوي في الحرق، بيطلع منه مواد بتخترق البشره، بتاتي بنتائج طيبه جدا. موضوع الكرومب لو وظبنا عليه شهر ده من الحاجات الرائعه، سواء في البطن او في الارداف او في اي مكان عايزين نسحب منه الدهون، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لكم السلامه والعافيه. معانا لسه. طب كويس جدا، الله يبارك لك، الحمد لله. الاستاذه عزه جوزها عنده املاح في الدم، دي زي ما قلنا البرنامج بتاعها، هنتناول الكرفس سواء نغلي بذور الكرفس، ممكن نغليها ونشربها 3 مرات في اليوم، مغلي الشعير، مغلي البقدونس، شوربة الشوفان مع البصل دي مهمة جدا، مغلي ورق الزيتون يا جماعة، ودي حاجة مهمة جدا لأي حد عنده أملاح سواء في الكلى أو في الدم. طبعا أملاح الدم دي لما بتكون زيادة زي ما قلنا ممكن توصلنا لموضوع النقرس أو الجاوت اللي احنا بنتكلم عنه، فمهم قوي ورق الزيتون نغليه ونشربه. كذلك ورق الزيتون حلو جدا برضو في مرضى السكر، نحطه لهم في الاكل او في الشوربة او في السلطة، او حتى يتغلي ويتشرب بصورة طبيعية، بيجيب نتائج كويسة جدا. املاح الدم مهم زي ما قلنا، الحاجات اللي احنا قلناها، كذلك الحجامة بتساعد على تنظيف الدم وتنشيط الكلى على التخلص من هذه الاملاح الزائدة. ابنك عنده 2 سنين كهرباء زايدة، طبعا ده سنه صغير جدا، ولكن احنا خلينا نتكلم الكلام العلمي عشان نبقى بنتكلم كلام يرضي ربنا سبحانه وتعالى. سواء عملنا له جلسات الحجامه او اديناكي حاجه غذائيه زي عسل النحل مخلوط معاه غذاء ملكات النحل، الحجامه وعسل النحل مع غذاء ملكات النحل بيعملوا حاجتين مهمين جدا، بينظموا الكهربيه العصبيه في المخ، فهتحسي ان الكهرباء الزايده بتاعته بتقل شوية بشوية، بس مش بين يوم وليلة الحقيقة، الموضوع بياخد وقت فترات. الحاجة التانية اللي عايزين نقولها ان خلايا المخ والخلايا العصبية لما بتتلف مش من الخلايا المتجددة، يعني خلايا الكبد بتتجدد، خلايا اي خلايا في الجسم بتتجدد ما عدا الخلايا العصبية لا تتجدد. فلما بيحصل ضمور في جزء معين من المخ، شغلنا وشغل الدكاترة كله على ايه؟ ان احنا نحافظ على الجسم ما يحصلوش موضوع الكهرباء دوت، وفي نفس الوقت ننشط الخلايا المحيطة، ننشط خلايا المخ المحيطة عشان تشيل الاخ المريض دوت. يعني مثلا لو 3 ماشيين واللي في الوسط تعب ووقع، لازم الاثنين اللي حواليه يشيلوه، فبنساعد على تنشيط خلايا المخ عشان تقوم بهذا الدور، بحيث نصل الى اقرب درجة من الشخص السليم، لاقرب درجة نصل اليه. فده احنا ممكن نعمل له حجامة، الحجامة بتكون على الراس، لازم يكون حالق الراس تماما، لازم يكون اللي بيعملها حد متخصص قوي في هذا الامر، واحنا ممكن نعملها له ان شاء الله ما فيش اي مشاكل وملهاش اي اخطار لو اتعملت بالطريقة الصحيحة مع عسل النحل المخلوط عليه غذاء ملكات النحل. زي ما قلنا غذاء ملكات النحل ده عامل زي الميكانيكي كده، بيلف على كل خلايا الجسم يشوف ايه العطب اللي فيها ويحاول يصلحها، وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه ويكبر خاطرك فيه ويعافيه من كل سوء، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه افضل الصلاه واتم التسليم. من الاداب النبويه في الطعام والشراب ان النبي عليه الصلاه والسلام، وده طبعا مهم قوي ان احنا نتكلم عنه، في الحفاظ على الجهاز الهضمي، الحفاظ على المعده من قرحه المعده، الحفاظ من حدوث ارتجاع في المريء او الحموضة الزايدة اللي احنا بنعاني منها، الحفاظ على الجسم من حدوث المغص او الاسهال او الامساك او الاضطرابات المعوية او حتى القولون العصبي.
الحفاظ على الصحة العامة بصفة عامة مأخوذة من هذا الحديث. الحديث ده موجود في مستشفيات في ألمانيا، متعلق فيها الحديث ده على غرف العمليات: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطن. دي في رواية، في رواية أخرى: ما ملأ ابن آدم وعاء قط شر من بطنه. يعني إيه ما ملأ ابن آدم وعاء قط؟ الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام فيه بينصحنا إن إحنا ما نوصلش لحد الامتلاء في الأكل، ما يفضلش الإنسان يأكل لغاية ما يتملي ويبقى مش قادر يشرب ومش قادر ياخد نفسه. كده إحنا دخلنا في مخاطر صحية لا أول لها ولا آخر. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، معناها يعني الإنسان يكفيه لؤم بسيطة يقمن صلبة، ده اسمه حد الكفاية، إنه يفضل بس إنه يقدر يمشي ويتحرك ويعمل شغله من غير ما يدوخ ويقع. تمام؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور محمد، أهلا بيك يا حاجة هدى، نورت الشاشة. أهلا بيك يا حاجة هدى، وأنت بخير وصحة وعافية يا رب. زي صحتك. أهلا بيك يا فندم، وربنا يبارك فيك ويرضى عنك. يا مرحبا، ربنا يعزك. جزاك الله خيرا على الأعشاب بتاعت الصدر، إذا ربنا يكرمك يا رب. أعشاب؟ أيوة، الأعشاب بتاعت حساسية الصدر. تمام، متشكره جدا عليها، جزاك الله خيرا. ربنا يكرمك، تحت امر. انت خدت مننا يعني حاجات لحساسيه الصدر وجابت معاك نتيجه كويسه. اه، انا بعت خدتها من حضرتك. ربنا يعافيك يا رب ويتم شفاك على خير ويطمنا عليكي، واحنا تحت امرك ويحفظك ربي من كل سوء. ولا تنسينا من الدعاء، فافضل ما ناخذه هو دعاء انسان بيجعلنا ربنا سبحانه وتعالى السبب في شفاء. محمد بفضل كلها، كنت عاوزه حاجه للخشونه لركبي، ركبي بتوجعني لما باجي امشي شويه اطلع انزل. تمام، بحس كده ان فيها حاجه كده بتجري قدامي كده. تمام، الله يبارك لك. لكن انت لما كشفتي قال لي خشونه. اه ايوه. تمام، حاضر يا حاجه هدى ان شاء الله، عشان ما نكلفش. انا اسمعك من التلفزيون. اه، تابعيني من التلفزيون عشان ما نكلفش على حضرتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا حاجه هدى، بالنسبه لموضوع الخشونه، احنا قلنا الخشونه بيحصل بيبقى في سائل في الركبه بين المفصلين او بين رؤوس العظمتين بيمنع الاحتكاك. السائل ده طبعا مع الوقت ومع السن ومع امور كثيره بيبتدي يقل وينخفض، فيبتدي العظمتين يحكوا في بعض. فاحنا عايزين ان احنا نحسن كفاءه السائل ده تاني، فمن التغذيه العلاجيه ان احنا ناخد شوربه الخضروات الطازجه معها اقدام الدجاج. اقدام الدجاج يعني رجول الفراخ دي بنجيبها ونغسلها كويس جدا بالليمون وبالخل وبالملح، وبعد كده نحطها مع البصل في الشوربة. ده مهم قوي، وكمان دلوقتي بدأوا يستخلصوا منها مادة الكوندراتين وبيستخدموها دلوقتي في نطاق تجاري في أمريكا، بيعملوا منها كبسولات العلبة ب $450. وإحنا الموضوع ده عندنا رخيص ومتوفر إن إحنا نشرب يوميا شوربة أقدام الدجاج للمساعدة في علاج الخشونة. ثانيا، الحجامة هتفيدك جدا جدا في هذا الأمر. ثالثا، إحنا عندنا التركيبة برضو الفعالة لهذا الأمر، لو حبيت تتواصل معنا ونقدر نديها لك. في حاجة اسمها عصا الذهب، عصا الذهب ده ممكن نغليها ونشربها 3 مرات في اليوم، أيضا مهمة جدا. كذلك عصا الذهب مهمة للمسالك البولية وبتغسل الكلى وحمض البوليك واليوريك أسيد، الكلام ده كله ممكن نستخدم فيه نبات عصا الذهب من النباتات الساحرة والفعالة جدا في هذا الأمر. وأسأل الله يا حاجة هدى لك الشفاء والعافية. نرجع لحديث سيدنا النبي: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. احنا بنتكلم في الهدي النبوي الصحي الغذائي في التغذية العلاجية، ان احنا ناكل لقيمات بس يقمن صلب الانسان انه يتحرك ويعمل بصورة طيبة. لو واحد بدأ يدوخ ويقع يبقى ده معناه انه ما بياخدش لقيمات تقمن صلبة، ده اقل من حد الكفاية. لا، لازم نوصل لحد الكفاية. طيب، فان كان لابد فاعلا، لو الانسان ده خلاص لازم يأكل او في عزومة، فيعمل ايه؟ قال لك ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. واحد علماءنا قال لك ان التلت ده في حدود كوبايه، يعني كوبايه مثلا زي دي، ده التلت، يعني مش زي دي، زي كوبايه الشاي عشان دي فيها شاي برضو. فالكوبايه بنتخيل ان حجم الطعام في حجم الكوبايه. لو تخيلنا ان التلت للاكل وتلت للميه والتلت التالت للنفس، الامور هتبقى كويسه. يبقى النفس ما يجيش واحد عنده كرشه نفس، كذلك ما يحصلش امتلاء فيحصل الكرش، ما يحصلش اضطرابات في الجهاز الهضمي لو احنا قسمنا التلات تتلات. برضو من الهدي النبوي الصحي في التغذية العلاجية
الوضوء قبل الاكل وبعد الاكل. الوضوء معناه ان انت تغسل ايدك، يعني انت بتسلم على كام واحد في اليوم، بتتعرض لاتربه، بتتعرض لجراثيم، الايد بتبقى ملوثه، لازم تغسل ايدك قبل الاكل. الوضوء عن طريق غسل الفم وغسل الانف بيؤدي الى ان الانف بتشم رائحه الطعام بصوره طيبه، فتساعد على افراز الانزيمات الهاضمه بصوره طيبه في المعده. الامر الثاني الفم بيكون مغسول ونظيف من الجراثيم. كذلك بعد الاكل، وبعدين في حديث جميل قوي بيقول لك من احب ان يكثر الله خير بيته فليتوضا اذا حضر غذاؤه واذا رفع. برضو احاديث بتوصي بغسل اليدين قبل النوم بحيث انه لا ياتي عليها حشرات او ياتي عليها هوام او لا يتحسسها حتى الشيطان اثناء النوم، بيكون الانسان في حاله من النقاء. معنا اتصال الاستاذه ام احمد. السلام عليكم ورحمه الله. الاستاذ ابو احمد، اهلا بك يا ابو احمد، نورتنا يا فندم، اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي 50 سنه بس في سخونه بتيجي في رجليا وايديا كده بالليل. خشونه؟ بالليل بس سخونه جامده قوي، بتبقى طرحه في رجليا وفي ايديا. سخونه، السخونه دي معاها الم؟ يعني في وجع؟ الاطراف بس. في احمرار بيجي مع السخونه في القدمين؟ احمرار؟ لا 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 ولا حاجه ابدا، يعني انا لو قمت اتمشيت او بتاع كده اهو بتروح مني. تمام تمام. طيب هو انا اعتقد انه يمكن عشان بتحتاج لتحسين الدوره الدمويه، لكن مهم تعمل املاح، تحليل املاح في البول واملاح في الدم عشان تطمئن. عندي املاح. عندك املاح في البول واملاح. طب الدم، املاح الدم عامله ايه؟ لا ما حللتش املاح. تعمل تحليل يوريك اسيد في الدم، وان شاء الله الحاجات الجميله اللي احنا قلناها النهارده سواء العلاج بالحجامه واحنا بنعمله عندنا في المركز الخاص بالقناه، او زي ما قلنا مغلي الشعير ومغلي البقدونس ومغلي الكرفس ومغلي ورق الزيتون، الحاجات دي كلها مفيده جدا وتساعد في التخلص من هذا الامر. تاني حاجه بتجيب حله فيها ميه دافيه، ماء فاتر، وتنقع رجلك فيها لمده ربع ساعه كل ليله بحيث نعمل تحسين للدوره الدمويه، واسال الله ان يعافيك من كل سوء، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. برضو من الاتيكيت بقى، احنا بنتعلم الاتيكيت من سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، قال لك كلوا من جوانبها ودعوا وسطها. يعني لو انت بتاكل من طبق تاكل من الجنب من الجنب من الجنب لغايه ما توصل لنص الطبق، ما يبقاش انك بتاكل من كل حته كده كده كده، فيبقى الموضوع فيه عشوائيه وفيه هلكشه، واحنا ديننا دين النظافه ودين الجمال ودين الصحه والجمال ان احنا نتبع الهدي النبوي في الطعام. كذلك قال النبي لعمر ابن سلمة لما وجد يده تطيش في الصحفة بيأكل من هنا شوية من هنا شوية، قال يا غلام سمي الله، يبقى قبل الأكل لازم تقول بسم الله، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الجلوس للطعام زي ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أجلس كما أجلس العبد وأكل كما يأكل العبد، لأن هذه الجلسة هي الأفضل للمعدة زي ما احنا قلنا. نهى أيضا النبي عن الشرب من فم السقاء أو فم القربة أو إحنا زي إحنا بنقول من فم الإزازة، يعني ما تجيبش الإزازة وتشرب من فم الإزازة، لا صب في كوباية عشان اللي يشرب بعدك ما يبقاش مثلا قاعد بتاكل وبقك فيه أكل وبعدين تقوم جايب إزازة وشارب، بيطلع جزء من فضلات الأكل، بيطلع بكتيريا، يجي غيرك يشرب. طبعا كل واحد فيه عندنا حاجة اسمها النورمال فلورا، دي بكتيريا نافعة وبكتيريا خاصة بكل واحد، ما ينفعش جسمي ممكن يكون متعامل مع بكتيريا في الفم عندي لو انتقلت لحد تاني قد تعمل له مرض، أو حتى لو عندي برد أو كده ينتقل لحد تاني. فاحنا هنشرب عن طريق الكوباية ونشرب على 3 مرات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمص الماء مصا، يعني يرتشفوه رشفا، ودي حاجة برضو في منتهى النظافة جدا، يعني لما بتشرب عن طريق مص الماء عن طريق حرف الكاس يبقى المية بتطلع بس، ما ينفعش ولا نقطة مية
ترجع منك تاني في الكوبايه، فدي برضو من النظافه ومن الهدي النبوي الصحي. اخيرا حمد الله عز وجل بعد الانتهاء من الطعام. هنراجع مع بعض الحاجات المهمه اللي اتكلمنا عنها النهارده وبصفه عامه في موضوع الحجامه. قلنا الحجامه اولا لابد الذي يجريها يكون طبيب متخصص او حد متصل بالمجال الطبي وعلى علم ودرايه ودراسه. ثانيا الحجامه عباره عن طب موازي او طب تكاملي، طب متكافئ ليس طب بديل، هي فرع من فروع الطب، بحيث ما ينفعش واحد يقول له تعالى اعمل لك حجامه وسيب بقى الطب وسيب الادويه وسيب العلاج. اي نعم الحجامه بتحسن جدا وتساعد جدا في التسريع من الشفاء وتسريع استجابه الجسم للادويه. ثالثا الحجامه لابد ان تكون معقمه على اعلى مستوى من التعقيم، التشريط له طريقه معينه، كميه الدم بنخرج فقط الدم الفاسد او الدم قليل الجوده او قليل الكفاءه، وزي ما قلنا ان احنا لما عملنا عليها تحليل تحت الميكروسكوب طلعت كرات دم مشوهه وكرات دم غريبه وكرات دم متكسره، كل الكلام ده شفناه تحت الميكروسكوب بخلاف الدم الوريدي. الامر الرابع ان هي بتحسن الدوره الدمويه في الجسم كله. الامر الخامس ان هي بتقوي جهاز المناعه، يعني حتى الانسان لو مش مريض بيحب ان هو يعمل الحجامه عشان ينظف الجسم من السموم ويقوي جهاز المناعه، بتتعمل مرتين او ثلاثه او اربع مرات في السنه حتى للانسان اللي مش مريض. الانسان المريض ممكن يعملها في اي وقت من الشهر، ليس مشترط ايام معينه. بتحسن جدا توارد الدوره الدمويه، بتحسن استجابه الجسم من العلاج، قلنا بتساعد جدا في علاج امراض ومشاكل خشونه المفاصل وخشونه الركبتين. الناس اللي بتكون عامله حوادث مثلا لا قدر الله وحاطط رجله في الجبس فتره، بعد ما يفك رجله من الجبس لازم يعمل حجامه عشان يساعد تحريك الدوره الدمويه كويس في الجبس ويقلل الالم اللي بيحصل مكان الكسر ويقوي جدا ارتباط العظم ببعضه، لان ساعات العظمه حتى بعد ما بيطلع من الجبس بيفضل فيه الم ووجع، الحجامه بتضيع هذا الوجع. اي الام في الجسم تستطيع الحجامه بفضل الله عز وجل ان هي تخفف من هذه الالام، بتساعد في تحسين توارد الدوره الدمويه وتحسين كفاءه اعضاء الجسم المختلفه. كل اعضاء الجسم لها ترموستات رباني معين، ربنا خالق هذا الترموستات بحيث ان الجسم يقدر يساعد نفسه ويعالج نفسه بنفسه ويتغلب على اي مرض من تلقاء ذاته عن طريق رفع جهاز المناعة ومقاومة الأمراض من تلقاء ذاته. هذه الحجامة بتساعد في عمل هذا الترموستات الرباني، كيف لا وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال خير ما تداويتم به الحجامة. النهاردة لها مدارس ولها أقسام في جامعة كاليفورنيا والجامعات الأوروبية وبعض الجامعات في شرق أسيا في الصين وخلافه، وفي ألمانيا بيهتموا جدا بهذا النوع من الطب، بيسموه تراديشنال ميديسن او الترناتيف ميديسن، احنا بنسميه الطب الموازي او الطب التكاملي وليس الطب البديل، لان ما فيش حاجه اسمها الطب البديل وما فيش طب بيغني عن طب. احنا بناخد بجميع الوسائل وبجميع الاسباب الطبيه والعلميه بالاسلوب العلمي الحديث كي نصل بالمريض الى اعلى مستوى من الشفاء، نصل بالمريض الى بر الامان، هذا اهم شيء عندنا. هنقول تاني برنامج غذائي للسمنة المفرطة في الصباح، هنتناول طبق سلطة مع عدد 2 بيضة مع رغيف سن الخبز السن. في الغداء هنتناول طبق سلطة كبير، لازم يكون طبق سلطة كبير بيحتوي جميع الخضروات المطلوبة، بنحط عليه معلقتين خل أو عصير ليمونة، كذلك بيكون عندنا ربع فرخة أو 100 جرام لحمة أو سمكة مشوية. طبعا الأكل المشوي أفضل في النظام الغذائي، بيكون برضو معاه إما رغيف سن أو 4 معالق رز أو 4 معالق رز أو مثلا لو إحنا بناكل محشي أو حاجة بيبقى 3 أو 4 صوابع محشي، بنحاول إن إحنا ما نزودش عن كده عشان ما ندخلش في المرحلة الخطرة. في العشاء بنجيب معلقة علبة زبادي مع معلقتين عسل نحل مع قطعة صغيرة من الجبن منزوع الدسم. تناول الفاكهة مرتين في اليوم في وسط الوجبات. مهم قوي ان احنا نعمل رياضة زي ما قلنا، بنمشي لمدة ساعة، بنمشي لمدة ساعة يوميا، عشان لما بنمشي لمدة ساعة بنزود معدل حرق الدهون أثناء المشي وحتى بعد الجلوس
بيزداد معدل الحرق جدا. قلنا من النباتات الطبية المهمة في ازدياد معدل الحرق بشرط ألا يكون المريض يعاني مثلا من مشاكل في المعدة أو مشاكل أو حصوة في المرارة. بنحط الزنجبيل والقرفة والورق اللوري والحبهان والكمون، الحاجات دي كلها بنحطها في الشوربة العلاجية اللي ممكن برضو نشربها في الغداء، اللي هي عبارة عن شوربة خضار أو بنسميها شوربة سوتيه، دي برضو مهمة جدا. شوربة البصل برضو مهمة جدا، بتساعد في تخفيض الوزن وتحسين كفاءة الجسم. بعد كده بنتكلم عن آلام المفاصل وآلام العمود الفقري. زي ما قلنا ان الحجامة بتساعد في تخفيف الآلام وتوصيل الدورة الدموية، ولكن مع الحجامة هنستخدم برضو الزيوت الحارة اللي هي برضو بتساعد في تزويد وصول الدورة الدموية، زي زيت الكافور وزيت النعناع وزيت الزنجبيل وزيت الفلفل الأحمر، الحاجات دي كلها مهمة جدا ومفيدة جدا. بالنسبة للدهون الثلاثية أو الكوليسترول، زيادة نسبة الكوليسترول، بناخد فصين توم مع كل وجبة، برضو نطمن ان مفيش مشاكل في المعدة قبل ما نعمل الموضوع دوت. معنا اتصال كريم من مدام مها. السلام عليكم ورحمة الله. أيوه. اهلا بك يا مدام مها. ايوه. نعم اتفضلي يا فندم مع حضرتك. لو سمحت انا حضرتك يعني انا ضغط عالي، وبس ايه من كام اسبوع كده بقيت اقوم من النوم الاقي ايدي اليمين مثلا الصباع الوسطاني ده وانا اجي افرد ايديا ما اعرفش بيبقى في صعوبه انه يتفرد. تمام. يعني مش بسهوله زي بقيه الصوابع، فمش عارفه ايه السبب برضو ده، ويا ترى ده من الضغط العالي ولا ده من حاجه ثانيه. وكنت عايزه نصيحه حضرتك بالنسبه للاغذيه، المفروض الواحد ياخده يعني او كده. طيب حاضر ستيك كل ماشي من عينيا يا استاذه مها. طب تابعيني عن طريق الشاشة. احنا قلنا في موضوع ارتفاع الضغط مهم جدا ان احنا نستخدم البردقوش ونطمئن البردقوش من مصدر طبيعي ونقي. بناخده مرة في الصباح ومرة في المساء، بناخد معلقة صغيرة وننقعها في كوباية مية مغلية ونسيبها لمدة ربع ساعة، وبعد كده نشربها مرة في الصباح ومرة في المساء. ثانيا الكرفس بناخده على السلطة، وممكن نغلي الكرفس ونشربه مرة في الصباح ومرة في المساء. منقوع الدوم، بنجيب الدوم وننقعه لمدة 12 ساعة ونشرب مرة الصبح ومرة بالليل لمدة شهرين أو ثلاثة، بيظبط معانا المعادلة اللي احنا اتكلمنا عنها، معادلة ضغط الدم اللي هي رينين أنجيوتنسين ألدوستيرون سيستم، بتظبط المعادلة دي معانا بطريقة ما جنبا إلى جنب. معنا اتصال كريم مع الأستاذة سهام مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا دكتور لسه مكلمه حضرتك من شويه. اهلا بك يا استاذه سهام اتفضلي. هو الزيوت اللي حضرتك بتقول عليها ادهن بها منطقه الفقرات دي حضرتك اسخنها كلها مع بعضها ولا ادهن بها عادي كده؟ لا ما بتسخنش، احنا مسمينها زيوت حاره لان هي اصلا بتدي احساس بالسخونه والحراره عن طريق تدفئه زياده الترويه الدمويه. حضرتك بتجيبيها وتدهني منها على الفقرات، ودايما زي ما قلنا فقرات الظهر او الام الظهر يا جماعه بندهن من اسفل لاعلى. حضرتك من التلفزيون لو سمحت. تابعيني من التلفزيون وهرد على حضرتك فورا. هكمل مع مدام مها وارجع لحضرتك. مدام مها برضو مشروب الشعير، وفي حاجه اسمها التلبينه، دي من الهدي النبوي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اتكلم عنها، وهي مفيده جدا جدا في موضوع ضغط الدم. حضرتك ممكن تجيبيها وموجوده متوفره عند محلات الاعشاب او العطارين. بتجيبها حضرتك وتستخدميها وهي نافعه جدا لحضرتك. الحجامه مفيده جدا لتنظيم ضغط الدم. بالنسبه لموضوع ايديكي، المفروض قبل ما تنامي تنقعي ايديك الاثنين في ميه دافيه او ميه ساخنه تتحملها اليد لمده ربع ساعه. ده امر. الامر الثاني ممكن تكوني بتنامي شويه على ايديك، لذلك الموضوع بيبقى الصبح. لو الموضوع استمر معاكي فتره اطول من كده لازم ترجعي للطبيب المتخصص عشان في تحليل معين كده يتعمل بحيث نطمئن على حضرتك، وربنا ان شاء الله يعافيك من كل سوء ويكون الامور طيبة مع حضرتك. ماشي. الأستاذة سهام زي ما قلت لحضرتك احنا بنجيب الزيت وندهن منه، نعمل مساج دائري من أسفل لأعلى، دائري ومن أسفل لأعلى. الفقرات دايما تتخذ من أسفل إلى أعلى، ما تتخذش من أعلى إلى أسفل، ده أمر مهم. كذلك العضلات المحيطة بالفقرة من اليمين ومن الشمال لازم نعمل عليها برضو نفس التدليك من أسفل إلى أعلى. هذه العملية التدليكية بتستمر لمدة ربع ساعة برضو بالصبعين دول، ونعمل حد يعمل لك التدليك ده من أسفل إلى أعلى كده
وما يرجعش، يطلع بس وما يرجعش، يطلع وما يرجعش، بالزيت وتدليك دائري على جانبي العمود الفقري على العضلات بحيث نحسن الدورة الدموية زي ما قلنا جنبا إلى جنب مع الحجام. وارد أن يحصل زيادة في الألم مع الدورة زي ما حضرتك ذكرتي، وده مش شرط عند حد يكون الفقرات تعبانة، ده ممكن عند أي بنت عادية ما يكونش حتى الفقرات عندها تعبانة، بيحصل لها وجع في الظهر، ده طبيعي جدا أثناء الدورة الشهرية، لكن مدام الأمور مستقرة عندك فإن شاء الله مش هتكوني محتاجة حاجة غير الموضوع اللي أنا اتكلمت عنه في تخفيض الوزن. برضو نفس الحاجات الحريقة دي احنا بنستخدمها لتحسين التروية الدموية، فلو حد عنده زيادة في الوزن في الأرداف أو في البطن زي ما قلنا بيعمل دهان عن طريق المساج بهذه الأشياء، وشرب المشروبات الحارة زي ما قلنا الزنجبيل والقرفة، واللي عنده زيادة قوي في الوزن في حاجة اسمها الفوقس الحويصلي يستخدمها. وأسأل الله أن يشفي الجميع، وأسأل الله أن يجعل عيدكم عيدا مباركا سعيدا طيبا تملأه الصحة والسعادة. احنا ان شاء الله بالنسبة لجلسات الحجامة او حتى طلبات التركيبات التغذية العلاجية والحاجات اللي هي مرخصة برضو بفضل الله عز وجل ممكن التواصل عن طريق الرقم الظاهر على الشاشة، تشرفونا في العيادة، لكن يفضل ان هو يكون عن طريق حجز مسبق وتذكر السبب، سبب الحالة اللي انت جاي تعالج عليها. بفضل الله عز وجل بنقوم بعمل الحجامة وعمل النباتات الطبية والتغذية العلاجية، البرامج ديت بنعملها على أعلى مستوى بفضل الله. المريض بيشرفنا يكون معاه الأوراق الخاصة به، التحاليل والأشعة والأدوية اللي بياخدها عشان نقدر إن احنا نوفق بين الأمرين وما يحصلش أي نوع من التعارض بين العلاجات المختلفة عشان نوصل بالمريض لأعلى درجة بفضل الله عز وجل. الحجامة زي ما قلنا بنعملها على أعلى مستوى، على أعلى مستوى من التعقيم، بتتعمل بتستخدم أدوات لمرة واحدة، ممكن تتعمل في أي وقت من الشهر، بنعملها لكل الناس بدون استثناء، معانا بفضل الله شهادة طبية موثقة ومعتمدة من الدولة، ونسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. للحجز أنا بكون موجود إن شاء الله الأسبوع ده يوم السبت ويوم الأربعاء من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 4 بعد صلاة العصر، من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 4 بعد صلاة العصر. الحجز مع البشمهندس محمد على الرقم اللي احنا قلنا عليه 011 3 20 22، 011 3 20 22. طابت ليلتكم في صحة وعافية وسعادة، دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه، كل عام وأنتم بخير. كان معكم أخوكم الدكتور محمد إبراهيم خليل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية عيادات الصحة التخصصية، صحتك تهمنا. العنوان مجمع الموردي محطة مترو السيدة زينب، تليفون رقم 011 320 22 أو 011 789 0